مساكن مشاهدينا مشاهدي الفضائية التربوية السورية. طبعا نحن اليوم رح نكون بحلقة جديدة من برنامجنا قضايا تربوية لنتحدث فيها على مجموعة من القضايا والأمور والمسائل التربوية. مثل ما عودناكم بكل حلقة نتناول مجموعة من المشاكل والحلول ونتناقش مع ذوي الاختصاص والخبرة لنقدم هذه الحلول التربوية مشاهدينا. طبعا اليوم نحن رح نتحدث مشاهدينا بمجموعة من الأمور والقضايا وسنفتح ملفات عديدة. هذه الملفات ربما تكون غير مطروحة مسبقا في برنامجنا، ولكن لابد أن نسلط الضوء عليها لما لها من تداخلات طبعا تربوية تؤثر بشكل مباشر على نفسية الطلاب والأطفال وبصورة أساسية. اليوم إذن رح نتناول مشاهدينا، قبل ما رحب بضيوفنا نستعرض قضايا حلقة هذا اليوم. في القضية الأولى سنتحدث عن أثر السعادة والراحة النفسية بتحقيق النجاح والتفوق لطلابنا بمختلف الشرائح العمرية. لننتقل إلى القضية الثانية ونتحدث فيها عن الغضب المفاجئ ببند عريض، كيف أتغلب على هذا الغضب المفاجئ الذي يصيبني بغض النظر عن الأسباب. ونفتح ملف القضية الثالثة والتي هي بعنوان إدارة غضب الأطفال في الأماكن العامة وتعزيز هذه السلوكيات لدى أطفالنا. وأيضا في القضية الأخيرة والرابعة سنتحدث عن الصمت، هل هو فن أم مهارة؟ هل له مخاطر؟ هل هو مؤشر أم دليل لاضطراب ما قد يصيب الطفل أو حتى الشاب أو حتى المراهق؟ هذه إذن هي بخطوط عريضة مواضيع وقضايا حلقة هذا اليوم. سنبدأ مباشرة مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل السريع ابقوا معنا. طبعا مشاهدينا، قبل أن أبدأ بالترحيب بضيوفي لابد أن ننوه بأنه يمكننا التواصل مع بعضنا البعض عبر الأرقام التي تظهر على الشريط التفاعلي أسفل الشاشة من خلال الاتصالات طبعا على الهواء مباشرة، وأيضا من خلال التعليقات على صفحة فضائية التربوية السورية الصفحة الرسمية على الفيسبوك، من خلال التعليقات على البث المباشر والتي طبعا بدأ بث الحلقة على صفحة الفيسبوك. ويسرني ويسعدني أن أبدأ بالترحيب بضيفتينا ونستفيد من خبرتهن. طبعا الأستاذة هديل سعود، حضرتك مدرسة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، جميع العاملين بالتربوية السورية. أيضا ترحيب موصول بالسيدة أمان شبيب، حضرتك استشارية تربوية ومديرة روضة، يعني عم تتعامل مع هاي الشريحة العمرية. اليوم نحن بدنا نحكي كمان بقسم كبير من حلقتنا. يسعد مساكي وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد مساك مساء الجميع. إذا مشاهدينا، في الملف الأول سنتحدث عن أثر السعادة بتحقيق النجاح. أبدأ من عندك أستاذي أماني. تمام. اليوم لما بدنا نقول نحن السعادة، هذا المفهوم وأيضا الراحة النفسية، أكيد هني ما فينا نفصلهم عن بعض البعض. لما بقول أنا مفهوم السعادة، ما هو هذا المفهوم؟ ماذا نقصد به؟ وما هو الأثر النفسي الذي يتركه في نفوسنا عادة بمختلف حالاتنا الفيزيولوجية والحالات التي نعيشها؟ تماما، يسعد أوقات الجميع. هلأ السعادة هي نوع من أنواع الرضا عن الحياة كل ما فيها، اللي هي عبارة عن مشاعر إيجابية متكررة. هلأ لما بقول مشاعر إيجابية متكررة، مو معناته أنه أنا ما عندي مشاعر ما عندي مشاعر سلبية، ما عندي خوف، ما عندي قلق، ما عندي مشاكل بحياتي، لا، ولكن بدي خلي المشاعر الإيجابية هي يعني أنه متغلبة على المشاعر السلبية. نعم. لأنه أستاذ أحمد بالأخير الإنسان هو عبارة عن كتلة من المشاعر المتوازنة. نعم. فلازم تكون عنده المشاعر الإيجابية مثل المشاعر السلبية. نعم. هلأ المشاعر الإيجابية السعادة لها أثر كتير قوي على سعادة الناس، يعني اللي عم يشتغلوا بنفس البيئة. تمام؟ نعم. يعني هلأ إذا العامل أو المعلم هو سعيد بعمله، فهو رح يكون في عنده طاقة إنتاج كتير عالية. ممكن الأستاذ أو العامل يعني يعمل يشتغل بالمؤسسة هو ما يكون ياخد فرصة، يعني إنه مثلا ياخد إجازة مرضية. تماما. فبده يكون كتير سعيد، وبيسبب هاي السعادة والراحة النفسية هو البيئة.
يعني المحيط، البيئة، المحيط الداعم، محيطك كيف هو داعم، هو ناجح، فهو بيعطيك الشعور بالسعادة. ولكن أستاذ بدي أقول لك شغلة، أنه هون السعيد هو أميل إلى تحقيق النجاح، ولكن أنا ما فيني أربط نجاحي بالسعادة. يعني أنا إذا باشرت بهذا الموضوع كون سعيد، لا ما بيمشي الحل، لأنه نحن كل المواضيع اللي بنمشي فيها مو ضروري تكون أو نقدم عليها تكون هي ناجحة، لأنه أحيانا بتكون فاشلة، وهو الفشل أول خطوة لتحقيق النجاح. تماما، إذا الفشل الخطوة الأولى لتحقيق النجاح. ولكن هل يمكن أن نربط بين السعادة والراحة النفسية؟ أكيد هذا الكلام، هذا علميا وفيزيولوجيا كل نواحي الحياة. تماما، أثره سيكون متنوع ومتشعب بشكل كبير، ولكن على نفوس الأعمال أكيد، وحتى أكيد على البيئة المحيطة حوالينا. يعني الكلام، أثر السعادة، نحن أنسي هديل فينا نقول أنه إحنا ما فينا نلمسه على ذاتنا فقط، وإنما يمكن أن يمتد ليشمل دائرة أوسع. هذه الدائرة عندما أنا أكون سعيدا، من الذي يتأثر بها بصورة إيجابية؟ هلا بشكل عام بنلاحظ نحن بانه السعاده والنجاح انهم عنصران اساسيان بحياه الانسان السعيده والمكتمله. السعاده يعني تعني التفاؤل، تعني الراحه النفسيه، هي اللي بتؤدي الى النجاح طبعا بكل مجال من مجالات حياه الانسان، بكل المهن، المؤسسات، الوظائف. طبعا بنلاحظ نحن بانه الانسان الذي يتسم بالسعاده هو الانسان الذي ينعم بحياه ملؤها الرضا والتفاؤل، وبينشر التفاؤل على الوسط المحيط به، يعني ممكن مثلا جيرانه، أهله، أقاربه، أصدقائه. يعني بنلاحظ نحن بأنه جميع من حول هذا الشخص يتأثرون بالسعادة منه. نعم. طبعا هو المفروض هو حقق هذا النجاح من خلال خلينا نقول مثلا سماعه نصائح الوسط المحيط به، من خلال التأثر بتجاربهم، الاستفادة من أخطائهم. يعني هي كمان كانت سبيل هذا التوجيه والاستفادة من الأخطاء. تمام. هي كمان سبيل لسعادة الشخص وبالتالي لطريق النجاح. تماما، إذن النجاح كما ذكرت الأنسي أماني أنه ممكن يكون السعيد ومرتاح نفسيا هو أميل لأنه طبعاً ينجح ويحقق إنجاز بحياته، ولكن العكس عندما نقول نحن النجاح ليس بالضرورة أن يرتبط بكم من السعادة. فكثير نحن نعرف في تجارب أنه ناس كانوا ناجحين، ولكن هذا النجاح إجا من عمق الأسى والحزن. صح. يعني فينا نقول المشاكل اللي كان هو عم بيعيشها بصورة تحدي كانت هذا الشيء. نعم، إذن هناك ارتباط بين الشعور بالسعادة والرضا. تمام. وبين الإنجاز. تمام. بمعنى عندما أنا أنجز ما أخطط له، هذا يترك أثر إيجابي بنفسي. أكيد. هذا الأثر هل هو يتحول بمعناه إلى سعادة؟ أكيد هذا الكلام. أي أثر إيجابي أستاذ أنا بعمله بحياتي أو بقدمه لغيري، إن كان إلي ولا إن كان لغيري، فهو شعور بالسعادة. العطاء بحد ذاته سعادة. نعم. بس أنا هلأ في شغلات مثل القيام، أنا ما لازم أربطه أنه بالسعادة بحياتي. ممكن أنه لازم أطلع للنمو، يطلع الإنسان للنمو، لا يطلع للكمال، لأنه الكمال لله وحده. تمام. يكون في عنده بحياته عبادة الامتنان لله وحده. نعم. ونسب النجاح لرب العالمين. يعني لو كان في ناس عم تساعدني للنجاح بعترف بفضلهم، ولكن هو التوفيق من رب العالمين بالأخير. نعم. وجود الصبر بالحياة والفشل، يعني وقت افشل انه انا ما ضل قاعدة، لا خليني احاول مرة ومرتين وثلاثة. الاصرار على النجاح هو اول خطوة لحتى النجاح. حلو، اصرار على النجاح. اصرار على النجاح. اليوم انا كيف ممكن ازرع هاي القيمة أنسي هديل لدى طلابنا، خاصة حضرتك مدرسة يعني مرحلة ثانوية وعندك طلاب يعني هن بأمس الحاجة ليكون في عندهم هذا الاصرار لحتى يكون هو الصانع الحقيقي لنجاحهم في هاي المرحلة؟ بالنسبة للطلاب الإصرار هون بيجي من زرع ثقتهم بنفسهم. يعني هلأ كتير مثلا لما بيمر على الطلاب أنه مثلا فرضا بسبر معين أو بمذاكرة معينة ممكن تكون درجاتهم متدنية، هون نحن بنجي من رفع معنويات الطالب أنه ممكن نحن نستفيد من أخطائنا، نعوضهم بسبر آخر. نعم. زرع الثقة بنفسهم والرفع من معنوياتهم طبعا هي بتكون من مؤشرات السعادة عندهم، لأنه نحن بنعرف بأنه الطلاب بيكونوا دائما، وخصوصا طلاب الشهادة البكالوريا التاسع، دائما بيكونوا بحاله من التوتر، بحاله من الخوف، وفي ضغط من الاهل، من الاكتئاب احيانا بصيروا، احباط كمان بصير، حالات نفسيه. نعم. كثير بتصير. فالفكره نحن هون اهم شيء رفع ثقتهم بنفسهم، رفع معنوياتهم. يعني نحن وقت بنزيد الثقه عن طريق مثلا التعامل مع الامور بايجابيه، انه مثلا راحت انا علامات بماده ما، معلش نحن المفروض نكون ننبسط انه هي اخطاء استفدنا منها هلا مشان نتجنبها مثلا بالامتحان الاخير.
الخير. نعم. فبهي الطريقة ممكن نحن نبعد الشخص عن الاكتئاب، عن الصدمة، عن انه فقدان ثقته بنفسه. تماما. اذا بدنا نحكي اليوم عن مظاهر السعادة. تمام. كيف انا ممكن التمس انه من خلال هاي المظاهر انا فيني اعرفه انه هو يعاني من سعادة مثلا، ولو كانت وهمية، ولو كانت سعادة يعني انه بالحد الادنى. هلا السعادة الوهمية استاذ هي بتجي، هلا على فكرة بدي اقول لك شغلة، مو كل حد عم يضحك بيكون هو سعيد، تمام؟ هلا في احيانا الابتسامة بتخفي وراها كثير نوع من انواع الالم العميق، في احيانا الناس تضحك من قلبها ولكن قفاها الضحكة بتكون مثل نوع كمان من انه انا عم غطي شيء واجعني من جوا، ولكن هي مثلا اي معلمة بتكون عم تضحك من قلبها وفي وجع بقلبها، فهذا بتكون هي عم بدها تحقق السعادة. منين نعرف انه هذا الانسان او اللي حواليه سعيد؟ من خلال الانجاز يلي بانجزه، يعني هذا الانسان انجز، تمام، حقق كثير نجاحات على جميع الأصعدة، فهو إنسان متفائل، التفاؤل أستاذ يعني هو يؤدي إلى النجاح، وأجاور السعيد تسعد. تماماً، إذن يؤدي إلى النجاح، حلوة هاي الفكرة، معناتها نحن ضمن عم نحكي ضمن دائرة إيجابية، تأثير إيجابي نفسي، قد إيه من المهم معناتها الشخص يكون هو عايش بين بيئة إيجابية، يكون عايش بين أشخاص إيجابيين لحتى فعلا يكون هو عنده مبررات ومسببات لهذه السعادة. باختصار اليوم كيف فينا نختصر لحنا هاي المسببات السعادة للطالب للطفل بشكل عام؟ السعادة بشكل عام هي بتجي بقى حسب الوسط المحيط، يعني مثلا بالبيت الأهل وقت اللي بيكون مثلا طالب شهادي، إنه ممكن نحن لحتى نسبب الراحة النفسية لهذا الطالب من خلال توفير جو مناسب هادئ للدراسة، أهم شيء يكون في تشجيع هذا الطالب، مثلا نطلب منه دائما يحط أهداف لحتى يحقق طموحاته الشخصية مشان يسعى لها، يحدد أولوياته، ينظم وقته، طبعا يركز على ما بهمه الفرد، وأهم شيء إنه يتقبل فكرة التوجيه مثلا من الأهل. نعم. من الأصدقاء، من الأقارب، إضافة إلى أنه يعني التعامل الأهل مع الطفل مثلا أو مع الطالب بالبيت، هي كلياتها بتزرع الثقة بنفسه وبتسبب له الراحة النفسية حتى هو ينجز نجاح يعني باهر. تمام، الراحة النفسية والثقة، إذا معناتها فينا نقول إحنا السعادة هي ليست وسيلة للنجاح فقط، وإنما هي أيضا وسيلة لزرع الثقة. تمام. بالنفس. لما بيكون الطالب أو الإنسان بشكل عام واثق بنفسه، ممكن يكون من السهولة أكثر أنه يتملك هاي السعادة، ولا هون في فصل ما إلى علاقة؟ برأيي أنا أنه الثقة بالنفس هي من مسببات السعادة، وطبعا هلأ هي بتجي بقى من خلال الأهل، من خلال المدرسة، من خلال المدرسين مثلا وقت اللي بيزرعوا الثقة أهم شيء بنفس هذا الطالب، أو مثلا رفع من معنوياته، هي كلها تعتبر من مسببات السعادة، لأنه نحن لازم دائما حتى نعطيهم فكرة أنه دائما السعادة أنه يعني هي وسيلة لحتى يرتقي فيها هذا الطالب أو مثلا الطفل، من خلال مثلا مجموع العام، من خلال التركيز على جوانب كتير بحياته، فملاحظ نحن بأنه السعادة يعني هي شيء أساسي بالحياة. طبعا السعادة كمان بتحمي الجسم دائما من الأمراض، يعني غير أنه تكسب الطالب مثلا ثقته بنفسه، بتخليه دائما بتهدي الأعصاب، بتهدي، ملاحظ نحن بتقوي مناعة، بتقوي عضلة القلب، يعني هي الأمور نحن لازم دائما نشحن الطالب فيها كل فترة، طبعا عشان ما يمر بفترة اكتئاب أو بفترة إحباط. تمام. تماما، هذا الوجه الثاني للراحة النفسية اللي احنا عم نحكي فيه بالدرجة الأولى، إذن هي السعادة الراحة النفسية. قديه مهم أنه يكون السعادة مرتبطة بالقناعة. أكيد. والرضا، بمعنى اليوم نحن في عنا مفهومين، السعادة الحقيقية. تمام. والسعادة بنسميها احنا الرائجة أو المتصنعة أو التي يعني تنتقل بالعدوى مثلا. تماما. فكيف نحن اليوم ممكن أنه نفرق بين هذول المفهومين؟ هلأ هو ما فيك أنت تفرق الشخص يلي قدامك إذا كانت سعادته وهمية مثل ما تفضلت حضرتك أو سعادته هي حقيقية. نعم. ولكن هو كل حدا بيعرف حاله إذا كان سعيد عن حقه ولا لا، يعني سعيد سعادة وهمية ولا سعيد سعادة أنه حقيقية. نعم. من خلال إنجازاته. تماما. هلا انا ممكن اي انجاز يحقق لي اي سعاده، تماما، ممكن الكلمه الايجابيه، ممكن رضا عن الحياه بكل انواع، رضا عن حالي، رضا عن رب العالمين، كل واحد بيعرف طريقه اللي ماشي فيه، اذا كان هذا الطريق تمام فهو اكيد سعيد باذن الله تعالى. تماما. في عندي تعليق انه ابني يعاني من الاكتئاب يعني ولا تظهر عليه علائم السعاده،
هو في الصف التاسع الأساسي. يعني تمام. كيف نحن ممكن، باخذ رأيكم حضرتكم اثنيناتكم، عندك أنسي هديل، شو ممكن يعني نحن نحلل هاي هلأ أهم شيء الصورة؟ بيكون في ضغط من قبل الأهل، المفروض نحن نخفف الضغط عن هذا الطالب، يعني حتى أنه مثلا الشهادة دائما بيضل في خوف، بتلاقي الأهل كلهم بحالة من التوتر، حالة من الخوف، فهي بتنتقل بالعدوى لهذا الشخص، وبالتالي بيمر بهي الحالة من الإحباط والاكتئاب، بصير غير قادر على استعادة ثقته بنفسه. فنحن دائما بنوصي الأهل أهم شيء يبتعدوا قدر الإمكان عن الضغط، يبتعدوا قدر الإمكان مثلا عن إحباط هذا الطالب. طبعا المفروض يعني انه مثلا يرفه عن نفسه هذا الطالب، ولو كان مثلا نعم. يطلع برا البيت مثلا مشوار، يمارس هواياته، واهم شيء انه ما يضغطوا الاهل كمان، تماما. ياخذوا دور الايجابي. هلا نحن نعم. الشغله اللي عم نلاقيها نحن انه مثلا معاناه للطلاب، يعني بتلاقي دوام بالمدرسه مثلا، دوام بعد المدرسه، ضغط دورات، ضغط دروس، فهي دروس الفكره اضافي. انه نعم كلها بتلاقي الطالب اخر شيء بحاله من الانهيار. تمام تمام خلينا بس ناخذ اتصال ونرجع لانه نحكي بهاي النقطه ضروري، الاكتئاب وعلاقته بالدراسة. طبعا على تعليق جنى يلي ابنها عم يعاني من اكتئاب بالصف التاسع، ولكن في عنا اتصال. نيرنا، نيرنا من دمشق، مساء الخير نيرنا، اتفضلي نحن عم نسمعك، شو مداخلتك، شو بتحبي تشاركينا؟ حضرتك طالبة ولا شو؟ لا انا طالبة. عفوا ما سمعنا نيرنا. طالبة. انا الصوت عم بيقطع الصوت. نيرنا حاولي، يلا سامعتيني هيك؟ يلا حاولي، بلكت ان شاء الله بهيك بيزبط الصوت. ايه انا طالبة صف تاسع. صف تاسع، نعم. ايه تمام. بس حابة اسأل انه شو هو الوقت الصحيح للدراسة بوقت المراجعة للشهادة؟ وقت المراجعة قصدك بالفصل الثاني يعني؟ ايه وقت بنقطع وبدنا نبلش بالمرحلة النهائية، ولو انه بكير على السؤال ولكن ما في مانع، احنا ممكن نقدم لك معلومات، الوقت الأنسب للدراسة. بس حابب أسألك سؤال نيرنا، هلأ بالوقت الحالي حضرتك كيف عم تدرسي؟ ممكن تقولي لنا كيف أنت عم توزعي وقتك بالدراسة؟ هلأ أنا إنه برجع المدرسة بدرس بالنهار، بعمل استراحة مؤقتة، نعم. وبتحس إنه الوقت بالليل هو بيريحني أكثر إنه كأدرس بتركيز. تمام، إذا بتدرسي أنت بالليل أكثر من النهار، طيب إذا بدنا نحكي عن نوعية المواد اللي أنت عم تدرسيها نيرنا، يعني بالليل عم تدرسي مواد علمية ولا حفظية؟ لا علمية. علمية مثل رياضيات، فيزياء، كيمياء إلى آخره، وبالنهار وقت بعد عم أدرس إنه الحفظية تمام الأدبية. طيب الأنسي هديل مدرسة لمرحلة ثانوية، قادرة كثير إنه تساعدك كمان، ونحن نفتح خط حوار بينك وبين نيرنا. تمام. تفضلي يا انسه. كيفك ميرنا؟ نيرنا بالنون. كيف الدراسة؟ تمام؟ تمام الحمد لله. هلا نحن بفتره الدراسه فينا نعمل هلا تنظيم للوقت، يعني بدءا من هلا حتى فتره الانقطاع، يعني هلا نحن مثلا بنحاول قدر الامكان اهم شيء الدراسه بالصباح الباكر، يعني بتلاقي هذا السهر الطويل بصراحه ما بيجي بنتيجه، يعني باستثناء ظروف معينه، يعني ما بنعرف نحن وضع كل طالب، بجوز الظروف بالبيت يعني ما بتسمح له الا بالدراسه بالليل، بس بشكل عام نحن بنفضل دائما دراسه بالصباح الباكر والنوم باكرا، لانه الطالب معدل نومه لازم يكون 8 ساعات يوميا كافيه مشان تستعيدي وعيك وتركزي اكثر بالدراسه ثاني يوم مع المدرس. فنحن دائما بنفضل انه بنام بكير حتى لو ماني مخلصه دراسه، بس فيني فيق مثلا قبل بساعتين من دوام المدرسه وادرس شو علي تراكمات، لانه الدراسه بالصباح الباكر بصراحه بتكون اسرع، بيكون مخ الانسان فاضي، يعني لسه ما في مشاكل، ما في احداث يوميه، فبتلاقي اي معلومه بنكون نحن او فقره مثلا متعذبين بحفظها شوي، بتلاقي اذا نمنا ارتاح مخنا وفقنا الصبح بنحفظها بسرعه اكثر، فلازم نتعود على هذا النظام لحتى فتره الانقطاع. فترة الانقطاع أنا أفضل دائما أنه ننام بفترة 8 ونص المساء مثلا، بس بحيث إن في أن الأربعة ونص الصبح، لأنه الفترة الأربعة ونص الصبح للساعة 12 هي الفترة ذهبية بصراحة بالدراسة، تمام. وبتعادل كل دراسة الشخص خلال اليوم. تمام. طيب هلأ نيرنا في الأسبوع الجاي المذاكرات صح؟ إيه صح. كيف استعدادي؟ كيف دراستي؟ إيه تمام. إيه لا تمام الحمد لله، وبحس أنه الدراسة بشكل انه مستمر وعدم انه تراكم. نعم الشهادة.
معناتها عندك طموح ان شاء الله هالعام انك تكوني من المتفوقات ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بتحبي تسالي شيء للانسه اماني شبيب؟ كمان هي استشاريه تربويه بكل شيء. شو طيب هي معك عم تسمعك الانسه اماني، شو بتحبي تسالك او انت تساليها عفوا وهي تجاوبك؟ يعني خلينا الحوار مفتوح. انسه اماني مع ميرنا، تفضلي. يسعد اوقاتك ميرنا. ميرنا ميرنا نحن بنعرف ميرنا ولكن ميرنا بالنون يعني هذا شيء مميز. شو معنات اسمك يا ميرنا؟ والله ما بعرف، لازم تعرفي. اليوم بنطلعه كلياتنا من القاموس. تفضلي. طيب. ميرنا تفضلي، شو بتحبي تسالي الانسه؟ حابه اسال انه شو هو الاسلوب اللي لازم نتبعه للنجاح؟ تمام، حلو سؤال. تمام حلو. هلا ما حنضيف شيء، مثل ما تفضلت الاستاذه هدير، اول شيء بالتوفيق لك نيرن اذا بدك تسكري. هلا مثل ما تفضلت الاستاذه هدير انه تنظيم ساعات الدراسه، وانه انا اتبع الساعه البيولوجيه من الساعة 4 الصبح للساعة 10 الصبح، هي بتفيق الساعة البيولوجية. في عندي من الساعة 10 للساعة 2 بتبلش الساعة البيولوجية تنزل. نعم. عندي الوقت يلي أنا بيكون الساعة البيولوجية صفر من الساعة 2 للساعة 4، مستحيل أقدر أدرس. نعم. برد بقى الساعة 4 العصر بتفيق الساعة البيولوجية، بتضل هيك للساعة 10. شغلة نعم. تانية، دوم حطي قدامك عبارات عن التفاؤل وتحقيق الهدف. حطي هدف ببالك، أنت شو هدفك بالمستقبل؟ ليش أنت عم تدرسي؟ بدك تبني شخصيتك، تبني حالك، تبني مجتمعك. شو هدفك بالحياة؟ حطي بغرفتك دوم مثل حكم، عبارات يعني حكم تحفيزية. عبارات تحفيزية لحتى انت تقدري تدرسي. وطبعا الغذاء الروحي هو كتير مهم، وما تقطعي التواصل، مارسي نشاطاتك اللي بتحبيها يعني. تماما يعني انت لا تضغطي حالك بالدراسة انه انا دراسة دراسة، انقطعي عن العالم، عن رفقاتي، عن اهلي، عن النشاطات اللي بحبها. لا، يكون برنامجك بين الترفيهي وبين الدراسة، بس بركز على الدراسة اكثر. والله يوفقك. تماما. يعني هلا مثل ما حكوا الاساتذه، نحن عم نتمرن من هلا كيف نحن نبرمج امورنا لنوصل للمرحله النهائيه من الدراسه، مرحله تركيز المعلومات. نتمنى لك التوفيق والنجاح نيرنا، وان شاء الله بتكوني من الاوائل بالتاسع الاساسي. شكرا كثير لكم، شرفتينا نيرنا، توفيق لك. كنا عم نحكي اذا ضمن المحور الاول يلي قضيه السعاده والاثر النفسي لتحقيق النجاح. حكينا عن مسببات السعاده، اليوم اذا بدنا نحكي عن مدمرات السعاده. تمام. والراحه النفسيه، مثل ما في مسببات في مدمرات، برايكم شو اللي ممكن هو يحطم هاي السعادة؟ تمام. التفكير السلبي، التفكير بالمستقبل، يعني التفكير انه شو بدي اساوي، شو بدي اعمل، شو بدي يصير. التفكير السلبي كتير بيقضي على مدمرات السعادة. خلص انت هلا بوقتنا استاذ، حلو حط انا هدف لبعد سنتين، ثلاث سنين، خمس سنين، كتير حلو، ولكن بوقتنا انت لازم تحط هدف. بس انا فقت اليوم، شو هدفي طول النهار؟ لازم يكون نهاري كلياته انجاز، بعيد كل البعد عن التفكير السلبي. نعم. بحيث انا وصلت مثلا للساعة اللي بدي نام فيها ما افكر ولا باي شيء. بدت في الصباح انا عندي دفتر وقلم، حاطه 1 2 3 4 من هالساعه لهالساعه شغل، عندي كورس، عندي اي مراجعه، عندي بدي اتواصل مع الاهل، يعني شو ما كان، المهم انا نهاري يبقى معبى مشان ما تتدمر سعادتي. لانه التفكير كمان بالمستقبل هو من مدمرات السعاده. هذا احيانا بيجي من الفراغ، من الفراغ. يمكن عدو النجاح هو الفراغ. تماما. وبالتالي عدو الفكر السليم والراحه النفسيه يقال. تماما. فلذلك بدك تملي الفراغ. تماما. طبعا نعبي وقتنا بامور ايجابيه، إيجابي وانجازات. وانجازات. تماما. كمان من وجهه نظرك انسي هديل، مدمرات السعاده اليوم كيف ممكن تتلخص؟ مدمرات السعاده اهم شيء الاحباط اللي بيمر فيه الطالب، يعني الاحباط انه مثلا درجات اعماله، يعني وقت اللي بيكون مثلا مادي ما جاب فيه علامه منيحه، بتلاقي بينتكس هذا الطالب، بيصير معه احباط، ما عاد عنده خلق يدرس، بيفكر حاله انه خلص انا عم اكتب كل شيء غلط، ما يعني ما انا شو ما عملت ما رح يطلع معي شيء انا. فهي الفكره، نحن هذا الاحباط اللي بمر فيه الطالب، هون دائما نطلب من الاهل، من المدرسين، الوقوف الى جانب الطالب والتشجيع، واهم شيء التشجيع، يعني حتى لو اخطا الطالب نحن دائما لازم نشجعه ونرفع من معنوياته، واهم شيء انه انت عم تخطئ هلا مشان نتجنب هي الاخطاء بالمراحل القادمه. فوقت اللي بنزرع نحن فيه هذا الشعور، بنلاحظ نحن انه بنوصل لنتيجه كثير ايجابيه، وبنبعده عن هي الفتره اللي بمر فيها. طول ما انه عنده ثقه بنفسه، طول ما في محيطين، في تشجيع عند هذا الشخص، بيبتعد قدر الامكان عن يعني الاحباط وعن الاكتئاب اللي بمر فيه. تماما. بشكل عام. تماما. اذا اليوم اذا بدنا نركز نحن طريقة خلق هاي السعادة والراحة النفسية بنفوس طلابنا، بدءا من الروضة للمرحلة الثانوية وفي البيت
وفي المدرسة. تمام. هاي المهمة برأيك وين ممكن تكون هي أصعب، في المنزل أو في المدرسة أستاذي أماني؟ تمام. وكيف أنا ممكن بادر بهاي الخطة لخلق هاي الراحة النفسية؟ تمام. لنشر هاي الإيجابية يعني بالمنزل ولا بالمدرسة؟ تمام. ليكون الطالب فعلا مرتاح نفسيا، ليوصل لحالة من الإنجاز والإبداع. تماما. هلا استاذ، هي الراحه النفسيه بالنسبه للطفل، حنقول من مرحله الروضه لمرحله البكالوريا، نعم، هي مهمه مشتركه بين البيت والمدرسه، فلازم يكون الطفل عنده راحه نفسيه بالبيت حتى يقدر يرتاح نفسيا بالمدرسه. هلا احيانا كثير بيجيك طلاب او اطفال، خلينا نقول مرحله الروضه، ما بيكون مرتاح نفسيا بالبيت او فاقد نوع من انواع المشاعر الايجابيه او العاطفيه بالبيت. طب انا كيف فيني امن له هذا الشيء بالمدرسه؟ إذا ما كان الطفل آخذ كفايته من أبويه اللي هو الأم والأب، كل المشاعر الإيجابية بالبيت، أنا ما فيني، يعني ممكن أنا أعوض له ربع، ولكن ما حدا بيقدر يحل محل حدا كأم أو كأب أو كأي مشاعر أنا بقدر أعطيها، ولكن أنا ممكن أنا أوفر له الأمان، وفر له التحفيز اللي هو بشجعه على السعادة. نعم. ولكن بالآخر هو الطفل قاعد عندي 6-7 ساعات، بعد هالست سبع ساعات رح يرجع لبيئته يلي هو انه ما له مبسوط فيها ممكن. نعم. تمام. فلذلك احنا دائما هون نتواصل مع الام، وقت بلاقي الطفل انا عنده اي نوع من المشاعر السلبيه او خوف او قلق، او دائما بتلاقيه عم يبكي او ما بحب يفوت على الصف، فهون الطفل قولا واحدا عم بيعاني شيء بالبيت. فانا هون بجيب الام، بتواصل معها، بحاول اوصل لحل انا وياها، وبشوف من شو عم تعاني هي، الطفل ليش ما له مرتاح عندها، فانا هون بحاول اتواصل انا وياها، بنلاقي حل مشان كرمال الطفل يحيا حياه صحيه سليمه. أكيد. لانه الطفل استاذ اذا ما ارتاح نفسيا ما راح نقدر نوصل له ولا معلومه. نحن دائما نقول بلا مقاطعة عن حديثك للمعلمات، بدك تكوني انت سعيده. نعم. بدك تعملي افراغ كاس قبل ما تفوتي على صفك. حتى شو يعني افراغ الكاس؟ يعني كل شيء مشاكل صايره معك برا بدك تحطيها برا صفك حتى تقدري تعطي كل شيء لطفلك اللي هو ضمن الصف. نعم. والطفل اذا ما لقى حنان ومحبه من معلمته، ما لقى راحه نفسيه، فهو ما رح نقدر نوصل له المعلومه. فنحن استاذ كمان الراحه النفسيه مو بس للطفل، كمان نوفرها للمعلمات ضمن القدر ممكن. تماما. اذا هذا كان وجهه نظر الاستشاريه التربويه، وبالنسبه لشريحه اطفال الروضه. اما بالنسبه لمثلا طلابنا المراهقين بالمرحله الثانويه، يمكن يكون هذا الشيء بده ذكاء اكثر من المربي، من المدرس، من الاهل ايضا، لانه في عندنا هون دخل موضوع الانفعالات والتبدلات العاطفيه والنفسيه والانفعاليه والهرمونيه، تأثير التحول يعني اللي عم بصير بالنفسي والجسدي بسن المراهقة، وخاصة طلابنا بالثانوي. أنسي هديل، وأنت مدرسة ثانوي، فاليوم كيف نحن ممكن نأدي هاي المهمة بنجاح؟ هلا المدرسة كل عمرها بنلاحظ نحن أنه هي بتكمل دور الأهل في المنزل. يعني أهم شيء نحن بالمدرسة دائما يكون في تواصل مع الأهل بخصوص أي ملاحظة مثلا ممكن نلاحظها على الطالب، بخصوص أي تقصير منه بالدراسة، المفروض فورا أنه لازم نعلم الأهل بوضع ابنهم. ممكن يكون في مشكلة والأهل بيعلموا فيها، وبالتالي هون بيتم التعامل معها من خلال المرشدة النفسية بتكون متواجدة عندنا بالمدرسة. نعم. بس بشكل عام أحيانا بيكون الرفقة كتير بتأثر على الطالب على فكرة. طبعاً. يعني كتير بنلاحظ نحن بأنه في طلاب بتكون بسنة من السنوات كتير علاماتهم عالية، كتير مميزين، فجأة منلاحظ تراجع بدراستهم، والتالي نستنتج من خلال الرفقة والوسط المحيط فيهم. فهون لازم يكون إعلام الأهل بأي طريقة. طبعا نحن حتى العلامات حتى المحصلات المفروض كلها لازم يكون تم علم الأهل بوضع ابنهم بالمدرسة. نعم. فكل عمر المدرسة أو المدرسة بشكل عام والمدرسين طبعا هنون بيكملوا دور الأهل في المنزل. تماما. هذا الدور بيتكامل لما بصير في تواصل مباشر بين المدرسة والأسرة أو المنزل. هذا الشيء أصعب المرحلة. تمام. بس أنه أصعب المراحل اللي بيتم التعامل معها هي مرحلة المراهقة، فترة صف التاسع والبكالوريا. تمام. يعني بتلاقي الطالب هادئ مثلا فترة صف العاشر 11، بتجي المراهقة وكل الممنوعات، يعني بتلاقيه بينجذب لها بفترة البكالوريا. ممكن يكون شاطر كتير ولكن تراجع فجأة، ممكن يكون مثلا ظل محتفظ بقوته العلميه ولكن بلش يعني تطلع تماما مؤشرات بتدل على انه عدم اهتمامه، يعني بخف اهتمامه بالدراسه الى حد ما، قد يكون بشكل مستمر او بشكل متقطع. قبل ما ناخذ فاصل وننتقل للقضيه الثانيه، خلينا نحكي اليوم يعني بالنقطه الاخيره حول هاي المفهوم استاذي اماني عن الاسره السعيده.
وأثر السعادة بتربية الأطفال. تماما. هل اليوم نحن فعلا بحالة صعب أنه نلاقي أسرة سعيدة نتيجة كل الضغوطات اللي عم تحيط فينا؟ تماما. نرجع أستاذ لحالة الرضا. هلا بده يكون اول شيء في تفاهم بين الام والاب، ان وجدوا انه عايشين بنفس البيئه بنفس البيت. كثير نحن عم نلاقي صراحه وصلنا لساعه انه عم تلاقي كثير في حالات انفصال، يعني انفصال للأسف. فللاسف يعني عم تسمع قصص والله كثير، وليس بالضروره ان يكون هناك انفصال يعني بمعنى الانفصال، وهون ربما انفصال عاطفي، انفصال عاطفي، انفصال فكري حتى تماما كمان ممكن يكون فيه. فاحيانا الطفل عم يعيش بيئه كلها مشاكل، يعني حتى الاطفال عندنا بيقول لك سام بابا ضرب ماما، او يعني عم تسمع كلام من الاطفال. مجرد طفل بعمر الروضه ما لازم يحكي هذا الكلام. نعم. طب طالما عمر الطفل عمره 4 5 سنين، معناها الطفل معيان شو عم بيصير. فلما بينقل لك هي الطاقه السلبيه وهي المشاكل، فانت بتعجز كيف بدك تحل مشاكل بيته، ولا تقدر ترمم شيء بنفسيته. ف استاذ يعني لازم انه يكون مثل ما بنرجع رضا، صوره ايجابيه الرضا. يعني الرضا. بشكل عام الرضا في تفاهم بين الام والاب. فرضا ما في تفاهم بين الام والاب، حاول ورجي طفلي انه في تفاهم، ممكن حل المشاكل لما بيكون الطفل غايب او نايم. ممكن توصل لمرحله انه لحتى نخلق السعاده في المنزل الثمن يكون هو تقديم تنازلات مثلا. اكيد بده يصير تنازل من بالضروره قبل، يكون تنازل يكون قدام الاطفال اذا برايك كرمال التنازلات. الاطفال استاذ كرمال. نعم. يمشي هذا المركب اللي هو الطفل اللي قاعد فيه، لانه اذا ما تنازل الاب ما تنازلت الام، فقولا واحدا هذا الطفل ضايع بين الام وبين الاب. نعم. لو كانوا موجودين حيحس بفراغ عاطفي، لانه لو هلا بيكونوا الاب والام لانه ملتين بمشاكل بعض تماما. نعم. ولا هون متنازله ولا هو متنازل، وبتكون احيانا الام والاب هن ضمن ظروف الحياه الاقتصاديه اللي عم نعيش فيها. نعم. فبتلاقي الام والاب عم يشتغلوا للساعه 6 المساء بعيدين تمام بشكل بعيدين عام. يعني بشكل يعني كلي والله فكريا تماماً. وعاطفيا عن ابنائه ابدا يعني. فبتلاقي الطفل يا اما ما له حال الواجباته، يا اما ما في يعني سندويشات الصبح ما معه تماما. شعره مسرح، بتلاقي مثلا جاي مو مغسل وشه. طب وين الام والاب؟ نتواصل موجودين الام والاب، بس مالهم فاضيين صراحه انه هن يهتموا بهذا الطفل اللي هو امانه. وهون الطفل ببلش يدفع الثمن تماما من هذا العمر المبكر، وهذا اللي بيدفعه يمكن يكون احد الاسباب للوقوع بنوبات الغضب المفاجئ اللي هو رح يكون ملف قضيتنا الثانيه. اذا سنفتح ملف القضيه الثانيه واللي هي بعنوان الغضب المفاجئ وكيف نتغلب على هذا الغضب الذي يصيبنا فجأة بدون أي تخطيط مسبق، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا نعود، ابقوا معنا. إذن كيف نتغلب على الغضب المفاجئ؟ أول شيء علميا أنسي هديل، متى تحدث نوبة الغضب؟ إذا بدنا نربطها بالهرمونات، بالحالة الفيزيولوجية، بالعمليات التي تحدث قبل أن ننتقل للمسببات النفسية. هلا الغضب بشكل عام هو عبارة عن انفجار عاطفي، يعني هو عبارة عن شعور عند الإنسان بيحركه نحو إيذاء نفس أخرى. يعني بنلاحظ نحن بأنه الغضب ممكن يصدر من الإنسان بشكل طبيعي بشكل عادي، بس بشكل عام هو شعور قوي بيحرك الشخص لأنه يؤذي نفس أخرى. هلا الغضب بشكل عام بنلاحظ نحن بأنه فينا نخفف من هي النوبة اللي بتنتاب الشخص. طبعا هو بشكل عام له أنواع، خلينا نقول حتى نحن نعرف نتعامل تمام. مع نوبة الغضب لازم نعرف شو نوعه. هلا في عندنا نحن انواع للغضب، ممكن يكون هذا الغضب غضب مزمن مثلا. الغضب المزمن بيجي بشكل نوبات مثلا خلال فترات متقاربه، هذا بيكون كامن باعماق الشخص نفسه. يعني هو مرتبط بتراكمات نتيجه مواقف عاشها الشخص وتكدست فيه، وكل ما تذكرها تفعلت. تمام يعني. هي بتجي بشكل نوبات وفترات متقاربه، فبنلاحظ نحن هذا النوع من الغضب اخطر انواع الغضب، لانه عم يضل كامن باعماق الشخص نفسه، وبالتالي عم يلحق الضرر باجهزه جسمه. نعم. إضافة للأشياء اللي عم تظهر عليه. في عندي الغضب الثاني مثلا الغضب العدواني. الغضب العدواني طبعا هذا الشخص هون بيخفي مشاعر غضبه، بس بيحاول انه يسخر مثلا على اللي حوله، انه بس يحاول يتنمر مشان يستفزهم، يعني محاولة استفزازهم. هذا الشخص ما بتظهر عليه مشاعر الغضب، بس بهي الطريقة بيكون عم
عم نعرف نحن بانه هذا نوع من انواع الغضب عنده. نعم. في عنا الغضب مثلا المتفجر، بتلاقي هذا الشخص بيكون هادئ، صعب كثير استفزازه، يعني ما بيبدي اي مشاعر الغضب، ولكن بلحظه ما ممكن يعصب، ينفجر مثلا يعني بنوبه ممكن هي تعادل تعوض كل الهدوء اللي كان هو عايش فيه. تماما. فهي كمان هذا النوع من الغضب، بتلاقي هون بيتردد الشخص، بيصير يستخدم كلمات جارحه ممكن يؤذي النفس الاخرى. نعم. في عندنا الغضب من الذات. الغضب من الذات هي حالة من عدم القناعة، يعني ممكن هذا الشخص مثلا ملاحظ نحن فاقد ثقته بنفسه، دائما نعم. بيحاول يلقي الملامة على نفسه، يحاول دائما يحسس حاله بالذنب، طبعا بتأنيب الضمير. هلا هذا الشخص طبعا كمان نوع الغضب عنده هون كمان كثير صعب، هذا النوع ملاحظ نحن بانه ممكن ما بياكل، بيعزف عن وجبات الطعام، فهذا ممكن بالاخره ممكن اذا ما تمت مراقبته ممكن يميل الى الانتحار بشكل عام. فنحن بدنا ما عرفنا شو نوع الغضب ممكن نعرف كيف نتعامل مع هي النوعيه. تماما. فبنلاحظ انه بتعددوا الاشخاص بشكل عام، وبالتالي كل واحد عنده نوع من الغضب بيكون نعم. مختلف عن الاخر. طيب انواع الغضب انسي اماني اللي ذكرته الانسي هديل، هل هو برايك مرتبطه ردود افعاله بنمط الشخصيه، ولا هي رده فعل فقط عابره نتيجه نوع الغضب؟ تمام. لا استاذ، هو نمط شخصيه. نمط شخصيه. هلا في ناس عندها ذكاء عاطفي، بتقادر تتحكم بمشاعرها، ما تخلي مشاعرها تتحكم فيها. تمام. واستاذ انا برايي هو الغضب مثل نوع من انواع المشاعر، كيف بعبر عن خوفي، كيف بعبر عن محبتي، كيف معبر عن فرحي. الغضب لازم اعبر عنه، ولكن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هلا مو مثلا انا واحده من الناس مو قادره دائما اكتم غضبي، ولكن انا ما بجرح اللي حوالي، ممكن ما يصير في شتائم، ما يصير في ضرب. تماما. يعني يكون الواحد مسيطر، لانه هذا الغضب استاذ اذا ضل مكتوم جوا حيسبب اكتئاب، وهذا الاكتئاب يسمى مرض نفسي. تماما. طيب انا تفضل بس بالشيء اللي عم تحكي نقرا تعليق، لانه فعلا بضمن هاي النقطه. تمام. عم تقول جنى انه الغضب المفاجئ، كيف ممكن اتعلم اني اسيطر على ردود افعالي؟ تمام. هلا كنت حاحكي بهالشيء اللي عم تحكي حضرتك. نعم. هلا استاذ انا بعرف حالي، ممكن انا انسان بغضب او عصبيه، انا بدي اعالج نفسي علاج ذاتي. ما هو العلاج الذاتي؟ انه انا والله مو بنفس الساعه مثلا هلا غضبت هلا بدي اعالج حالي. لا، هي خطه بدي امشي انا مشان اقدر اسيطر على اعصابي ونفسي. تماما. اول شيء بده يكون اول شيء العلاج بالقران الكريم، سماع القران الكريم. شغله ثانيه، في علاج التنفس بعد الصبح، بيكون الهواء نقي. نعم. إذا هون صار في طرق روحانية، تماما، وفي شيء طرق علمية، علمية. وحتى في مثل الرياضة يعني. تماما. هلا حنقول كلياتها. هلا مثل ما قلنا العلاج أول شيء بسماع القرآن، ثاني شغلة إنه تمرين التنفس الصباحي وقت يكون الهواء نقي الأكسجين. نعم. هلا باخذ زفير من أنفي 4 عدات، بحبسه 6 عدات، وبطالعه من تمي 8 عدات. تمام. نعم. ممكن مارس هذا التدريب كل يوم 3 مرات بوقت الهواء النقي 5-6 الصبح يعني. ممكن المشي استاذ، بعرف حالي بعصب، لا بطلع بمشي كل يوم ساعة مشان تطلع. هي شو هو العصبية والغضب؟ هي كلها شحنات سلبية شحنات. بتبقى. نعم. عالج نفسي بالمشي والرياضة والصبر، عبادة الصبر. تماما. بدك تصبر. إذن بدها عملية تدريب، عملية تمرين، عملية يعني فينا نقول تعود، لا تأتي بيوم وليلة، ولكن علاج ذاتي. تمام. طيب مدى استجابة الشخص لهذا التدريب، لهذه الخطة ونجاحه بالسيطرة، هل هذا يعني بأنه يبقى متبلد المشاعر تجاه أي نوبة غضب أو أي موقف؟ لا أستاذ. ماذا يعني بالضبط، يعني عندما يتخلص من ردود الأفعال العنيفة؟ تماما. أنا قدرت سيطر على حالي، أنا قدرت سيطر على مشاعري. لما بغضب ممكن يبين على وشي، ممكن مثلا عصب شوي، ولكن مو مثل لما كنت أول عيط وقيم وحط هون صار معناتها السيطرة بالعقل، يعني إنه التعامل بالأمور بعقلانية أكثر. معناتها هون الشخص المطلوب منه يعني أنسي هديل إنه هو يتجه للتعامل العقلاني أكثر ما إنه يكون هو انفعالي أو عاطفي. ردود الأفعال كل ما كانت عقلانية كل ما كان ناجحة أكثر. وهو الفكرة إنه بيصير الإنسان يعني من خلال حياته بيعرف شو الاشياء اللي ممكن تصير غضبه ممكن يبعد عنها. تمام. طبعا هي بنلاحظ نحن انه مثلا اي شيء سلبي، اي شيء ممكن ينزعج منه الشخص، في بعد عن هي الاشياء من حوله، وبالتالي ممكن يخفف من نوبه الغضب عنده. تماما. وبالتالي بتكون هاي ناجحه. في عنا تعليق، ابني يعاني من نوبات عنف ورفض، عمره 6 سنين
احيانا بلا سبب تظهر هذه النوبات. تماما. يعني شو السبب هون؟ اريد حلا. هون الطفل بدها، هلا الام هون بدها تشوف شو نمط ابنها، هل هو اجتماعي، هل هو شو في عندنا 9 انماط بحياه كل طفل، شو نوع نمط ابنها، شو نوع ذكائه، انا كأم كيف ممكن انا احفز ابني، ممكن كيف امنع عنه هي نوبه الغضب. نعم. شو سبب نوبه الغضب؟ يعني بده يكون في لغه الحوار بين الام والطفل دائما، وللاسف نحن هاي اللغه ما عم نلاقيها. نفتقدها اليوم. نفتقدها. نعم. بين الأم والطفل ما في لغة حوار. حتى بين الأب والطفل ما اليوم. في تماما. صح. ما في أستاذ، ما في حدا عم يحكي مع الطفل أبدا، والله هي بتشوف حالات عن جد تزعل عليها. السبب هو الانشغالات، الانشغالات الحياتية. تماما. نعم. الانشغالات مثل ما تفضلت قبل شوي، انفصال عاطفي، الأم والأب بيشتغلوا طول النهار ما بيرجعوا للست المساء، يعني هي أمور خاصة فيهم. تماما. إذن اليوم مشاغل الحياة تستنفذ طاقة الأب والأم. أيوة. وبالتالي الأب والأم يعود للمنزل يعني مستنفذ متعب، لا يعني هناك طاقة ولو بكمية بسيطة لحتى يتناقش، طاقة للحوار ما في. تماما. طيب أنا هون معناته لما نحن عم نوعي على هاي النقطة ونوعي الأهالي والأسرة، كيف ممكن نحن نعلم الأب والأم بأنه يستفيدوا من استراتيجية ما، من طريقة ما، لحتى يدخروا شيء من هالطاقة، شوي من هالطاقة للحوار، من وجهة نظرك أنت والأنسي هدير نسمع الجواب. تفضلي أنسي هدير. هلا بالنسبة للأهل لازم مثل ما قلنا نحن لازم يكونوا في تواصل مثلا مع الروضة إذا كان ابنه بالروضة أو مع المدرسة، طبعا من خلال التواصل والأشياء مثلا اللي ممكن يلاحظها المدرس على ابنه، هون لازم نحن نوصل الأهل بأنه هون رح يخسروا ابنه، رح يخسروا مثلا. نعم. تربية ابنهم، يعني أنا شو نفع إذا ابني مثلا مستمر بدراسته ومسابر جهوده بس في عنده شغلات كتير وما سلبية وما عم يكتسب قيم ولا سلوكيات حميدة، سلوكه خاطئ مثلا. نعم. عنده تصرفات خطأ، قيم الاجتماعية كتير. نعم. عنده عادات خاطئة، فهي الفكرة أنه نحن دائما بنفضل الذوق والتربية بصراحة على العلم، لأنه كتير في أشخاص بنلاحظ نحن بأنه بيكونوا مؤدبين مهذبين عايشين مثلا بجو بتنعموا السعادة والرضا والهدوء، ولكن بالمقابل بيكونوا متراجعين دراسيا، وفي طلاب بالعكس. بس الفكرة نحن دائما لازم نوصل الأهل ونحطهم بجملة صورة أنه ابنهم طبعا في لذة كبدهم، منلاحظ نحن بأنه ممكن يخسروه إذا ما تم التواصل معه بطريقة ما، إذا ما تم الإشراف من قبلهم. أهم شيء دائما لازم يتواصلوا مع المدرسة أو مع الروضة لكي ما يوقع ابنهم بمطبات بالمستقبل يعني. تماما. وكمان رأيك بهاي النقطة أستاذ؟ خصص قد ما كنت مشغولة، دوم عم أقول للأمهات خصصي ساعة تعدي تحكي فيها مع طفلك. لو شو ما كان يعني شو ما كان شو ما كان، لأنه هذا مش شرط حديث جدي. لا لا أستاذ، هي عم تشتغل تجلي، احكي معه، لأنه الطفل أستاذ بعمر السنتين 3 4 5 متى ما طلع على الأول، هي السنين هو الطفل بحاجة إنه يحكي لأمه هو شو صار معه. تماما. لا. الطفل إذا ما حكى لأمه رح يضل يحكي، يحكي لبرا، ممكن لرفيقه بالشارع، ممكن هذا الرفيق بالشارع شو ما كان عمره ينصحه بسلوك سلبي مثل ما تفضلت الأستاذة هديل قبل شوي. نعم. فأنا بدي إلا مثل ما أقول الأمهات دائما، مثل ما أنت الله بعت لك مثلا مشاغل بالحياة، طب هذا الطفل كمان مو الله بعت لك يا أمانة بين إيديك؟ طبعا. فأنت لازم تخصصي له ساعة بس احكي أنت وياه، لأنه هذا الطفل بهذا الأمر هو بحاجة أنه يحكي. صحيح. تعطيه مساحة ذاتية يعبر عن شيء، لأنه بالآخر إذا أنت ما أعطيتيه يعبر عن الشيء اللي جواته وتصرف أي سلوك سلبي فالحق عليك مو علينا. طيب إحنا المدرسة لما منشوف طالب بالحصة الأولى مزاجه عالي ما أحلى، بالحصة الثانية الثالثة بينقلب لحدة تانية، شخصية تانية، وعم تتكرر هالحالة، برأيكم هاي مؤشر لشو؟ يعني هذا الطالب شو ممكن يكون عم يعاني مثلا؟ التعب مثلا، السهر. هلا بنلاحظ أكثر مشكلة عند الطلاب هي السهر بصراحة، إنه ما عم يخلصوا دراستهم خلال اليوم. نعم. مثل ما قلنا ضغط دراسي، فبيضطروا إنه يسهروا مثلا لساعات متأخرة بالليل إنه حتى ينهوا واجباتهم. ممكن يكون إذا ما في مراقبة من الأهل، ممكن يكون هذا الطالب عم يسهر على الموبايل مثلا. فهذا الجهاز طبعا بنلاحظ نحن كمان كثير رح يلهي الطالب عن دراسته. تمام. فالفكرة الثانية إنه نحن بالمدرسة بيكون أول الحصص بقمة نشاطه، ولكن بعدين ممكن نلاحظ نحن بأنه بالفرصة طالب نايمة مثلا. فالفكرة فيها أنه نحن هون لازم نتواصل دائما مع الأهل ونشوف شو السبب سهر هذا الطالب، بيقول أنه ما عم يخلص دراسي، ما عنده ضغط دراسي. فالمفروض أنه الأهل يكونوا بالصورة ويكونوا مؤشرفين هنن على سهر ابنهم وعلى إنهاء واجباتهم الدراسية. فالتعب والإجهاد والسهر هنن يعني عم تستنزف طاقة الطالب، عم يوصل معنا للحصة السابعة طبعا
حصص طبعا ما بتخلص للساعه 2 الا ربع كمان يعني وقت، فهون بيكون اذا ما نو نايم ساعات نوم كافيه 8 ساعات يوميا ما ممكن انه يتواصل بقدراته العقليه ويضل اخر يعني الدوام، بيفقد نشاطه اكيد بيفقد يعني نشاطه. تماما. من وجهه النظر الاخرى يعني برايك انه اذا كان عندك تمام. طالب متقلب المزاج تمام. بلا اي سبب يعني ملموس تمام. هذا برايك انت كيف تحللي هاي الحاله؟ هلا استاذ ممكن يكون هو طفل مزاجي، ممكن يكون بدر شيء من رفيقه بالحصه الثانيه والثالثه ضايقه، ممكن بدر شيء من الانسه ضايقه، ممكن نعم. الطفل بيكون عنده غيره، الانسه مثلا قربت على رفيقه هو عنده نوع من الغيره فهو بعد عن رفيقه، بقى صار في عنده مثل تقلب مزاج تمام؟ يعني في عندنا هلا هون الانسه بقى لازم تكون مطوره حالها حتى تقدر تفهم شخصيه الطفل يلي هو متقلب المزاج انا كيف بدي اتعامل معه، بدي احاول اكون انسانه عاطفيه كثير معه، حاول انه اقرب انه شبك انت ليش هلا مثلا كنت بالحصه الاولى كنت كثير مزاجك توب تمام. ليش هلا مثلا قلبت في شيء ضايقك، حاول حط يعني هذا الحاجز اللي دائما اللي بيحطوه الانسات بينهم وبين الاولاد، انا قيم هذا الحاجز حتى نعم. مو بس المعلمات يعني حتى المديره حتى المواجهه يعني يكون في هذا ما تكون مسافه الامان صراحه يكون في تقارب يعني في تقارب حتى فكري. انا بقول مسافه الامان حلوه بين كل الناس ولكن بين الانسه والطالب انا برايي تنقام مسافه الامان مشان تقدر المعلمه بهاي الوقت تفهم طفلها شبه ليش صار متقلب المزاج. احنا في عنا اطفال الروضة بتلاقيه هو كان مثلا متأخر سهر نعم. مع ابوه وامه للساعة واحدة تنتين نعم بيكون مفطران تماما بيكون نعم. مثلا شاف اهتمام اهل رفيقه في مثلا ملافت له سندويشات بيصير عنا بالروضة هو مو لاففت له، فعندك امور كتير بسيطة الطفل هو بدك تحاول بقى توصل لتفكير الطفل انت شبك تماما من خلال ردود الافعال تماماً. والمؤشرات هون اللي هو عم يديها من خلال تماماً. سلوكياته تماماً. هل هناك فرق بين الغضب والاكتئاب او رابط ان صح التعبير بينهما؟ تماما. هلا الغضب استاذ هو مثل ما قلنا طبيعه شخصيه نعم. تماما. ولكن الاكتئاب مرض نفسي بحاجه الى معالجه لانه الاكتئاب انا ما فيني اسيطر عليه، ممكن في ناس بتكون الغضب بتكون كاتمته لفتره طويله من الزمن بيتحول لاكتئاب حكيناها قبل شوي نعم. هون بقى احنا ما عاد فينا نسيطر عليه بحاجه لطبيب نفسي، اما الغضب انا فيني كانسان اعمل علاج ذاتي بنفسي نعم. وحط خطه لحالي اعرف حالي انا وبدي افرق حالي، يعني مثلا هذا الاسبوع انا عملت 1 2 3 صار معي الاسبوع اللي بعده قصه فانا لقيت حالي نفس نوبه الغضب تبع هذاك الاسبوع ولا لا نعم. فمره على مره اذا مراقبه ردود افعالنا بشكل أكيد. ذاتي أكيد. تطوير يعني فينا نقول مهاره التعامل مع الغضب بصوره تماما. ذاتيه لازم. طيب الشخصيه الاكتئابيه هون برايكم ممكن تكون الشخصيه الاكتئابيه يعني هي بتكون اكثر عرضه للوقوع بنوبات الغضب هلا هذا بيرتبط بشخصية نمط آخر. الاكتئاب هو مرض نفسي يعني هلا هون بقى نحن لازم هون ما فينا نعمل مع الشخص جي لازم مراجعة الطبيب. طبيب النفسي يعني هون نعم. بدنا ننتبه بعدين لنوبات الغضب اللي عم تجينا هذا الشخص، يا ترى نوبات الغضب إذا فيها عنف فيها رمي أشياء فيها تكسير أشياء هون أنا بكون أمام مشكلة، قديش مثلا عدد مرات الغضب اللي عم يغضبها باليوم؟ طبعا هلا ممكن يكون الشعور بهذا الغضب أحيانا بيكون هذا الشخص عم يتألم يعني نعم. ممكن يكون مريض، ممكن يكون مثلا التعب، ممكن يكون الإجهاد، أحيانا خصوصا عند الأطفال بتلاقي نوبات الغضب عندهم بتنتاب الأطفال بعمر السنتين أو 3 سنين بيكون نعم. أغلب الجوع لأنه نحن كلياتنا بنعرف بأنه الجوع بيساعد على زيادة إفراز هرمون الأدرينالين وهرمون الأدرينالين هو اللي بيهيئ الشخص للشعور بالغضب نعم. والتوتر تماما. يعني متى ما عرف السبب عرفنا أنه نقيم الحالة هذا كلياته بيجي بالخبرة والممارسة تماماً. واحتكاك مع هذا الشخص لحتى نصير نعرف نحفظ طباعه بالضبط ما هي هذه الطباع. إذا اليوم أنا إذا عالجت الاكتئاب ممكن أن يكون عم عالج الغضب بصورة أكيد. أخرى، وإذا عرفت أتعامل مع الاكتئاب بصورة صحيحة بكون أنا معناتها عم باخد ثقافة طرق التعامل الصحيحة مع الغضب وإدارته وبرمجته بصورة عامة. لما بدي عالج أنا الغضب هل تقنية العلاج هي نفسها بين طفل الروضة وطفل الثانوي والحلقة الأولى والثانية؟ يعني هل هي ترتبط بشريحة عمرية محددة تمام. أم ليس بالضرورة برأيك؟ لا طبعا هلأ طريقة التعامل مع طفل الروضة غير طريقة التعامل مع الابتدائي غير طريقة التعامل مع الطفل بعمر المراهقة يختلف كليا عن الطفل تبع الشهادات نعم. ما حنقول طفل طالب تبع الشهادات لأنه تفكير يختلف بنمو التفكير أستاذ هو دائما من مرحلة لمرحلة في شيء اسمه عنا نمو عقلي فهون الطفل بتختلف مرحلة تفكيره تماما نعم. فعندك أنت مثلا أنا بين العمر 2 3 4 سنين
هون الطفل عنده تعبير عن الغضب بشكل يختلف لما بيصير عمره 5 و6 و7 سنين. نعم. تماماً. ويختلف كليا لما بيطلع على الثاني والثالث، وعندك بقى تفكير تبع سن المراهقة هذا لحاله قصة. تماما. سن المراهقة لما نحن مثل ما حكينا عم نتعامل مع الغضب المفاجئ، أحيانا المراهقين مثل ما حكينا يقع جميعهم في نوبات غضب لأسباب مختلفة، ولكن يمكن أن يكون مرتبط بالجنس، هاي صفة الغضب والاكتئاب أكثر برأيك يعني بين الذكور والإناث أستاذي هديل؟ ما لها علاقة الفكرة، نحن الوضع اللي عم يعيش فيه هذا الشخص سواء كان ذكر أو أنثى يعني بيأثر عليه بنفس المشاعر. بس هو بشكل عام بنلاقي نحن بأنه الأنثى يعني بتكبت أكثر، بتجمع أكثر يعني، بس هي عاطفية أكثر بنفس الوقت يعني كمان. تماما عاطفية. ممكن الذكر بتلاقيه بيطنش، في عنده شغلات أخرى بحياته يعني ببديها عن هي تماما، بينفس من خلالها يعني هاي غير الأنثى، في فرق بيناتهم. فمنلاحظ نحن انه دائما الأنثى ممكن يعني ممكن موقف صار معها بتضل تفكر فيه انه لساعات، او مثلا مشكله صارت، بعكس الذكر. الذكر لا، بتلاقي دائما في تطنيش له، ما بيتعمق تفكيره مثل الأنثى. تماما. المدرسه شو دورها اليوم بإدارة هذا السلوك يعني وضبطه وتقويمه سواء كان للذكر أو للأنثى؟ هلا المدرسة بشكل عام طبعا هي مجهزة بكادرها الإرشاد النفسي. طبعا نحن وقت بنلاحظ أي ملاحظة لطالبة أو طالب بمثلا وضعية ما، أو بيكون عم تجي نوبات غضب، فهون المفروض نحن نعلم المرشد النفسي، والمرشد النفسي هي دائما بقى من خلال جلسات للإرشاد النفسي مع الطالب، التواصل مع الأهل. في كثير مشاكل وسجلات طبعا بنلاحظ نحن بانه بيتم تسجيلها وكتمها وعدم الحديث عنها، لانه طبعا هي بتبقى شغلات سريه دائما بتكون بينهم وبين المرشد النفسي. تماما. بعض الطلاب والاطفال تحديدا انسي اماني بيتجهوا لسلوك الكذب واخفاء الحقائق. تمام. يعني ممكن بسبب مزاج معين ممكن يكون هذا تماما. الشيء. فاليوم نحن كيف فينا نقوم هذا السلوك بعد طبعا ما نكون احنا حددنا فعلا يعني السبب، انه هو تماما نتيجه رده فعل لاكتئاب لنوبه غضب الى اخره، هون شو خطتي انا لتقويم السلوك؟ هلا انا عندك الكذب والطفل الضحيه، هون دوم الطفل بيلجا للكذب وانه هو دائما مظلوم لما الام بتكون فاتحت له كل شيء، اطلب تعطى، وفجاه بدها تسكر عليه ما عاد فيه، فهون بيلجا الطفل للكذب وبيلجا انه هو الطفل مظلوم. تماما. هلا ممكن كمان الطفل يلجا للكذب لما بيكون عم يتعرض للعنف من اهله. نعم. يعني مثلا انا بعرف حالي اذا بدي احكي لامي او ابي فانا هون بدي اتعرض للعنف، يا بدي اكل قتله، يا بدي اتقلع برات البيت. يعني في عنا كثير اهالي كمان ما بيقدروا عمر الطفل انه هو تاسع بسن المراهقه، كثير عم نسمع انه مثلا اب قلع ابنه بصف تمام. التاسع لانه مثلا لقى دخان بايده. تماما. او حكى كلام كبير معه، ونحن بنعرف حنقول طفل لا لانه هنا ما بلغ عمره 18. تماما. هو طفل صحيح. بالاخير صحيح، هو طلع له شوارب ودقن وصار هو بده يثبت ذاته، ولكن هو من جواته لساته طفل. استاذ احمد، فانا هون بدي اشوف الطفل، هو الطفل صف التاسع شو عم يعاني بالبيت؟ هل عم يعاني من عرف من ابوه؟ هل يا ترى الام والاب عم يستوعبوا التصرفات السلوكيات السيئه اللي عم تطلع منه؟ نعم. يعني هلا انا الطفل مثلا صف تاسع حامل، لقيته حامل سيجاره، انا كيف بتعامل معه كاب وام؟ هل انا بضربه دغري ولا انا بحاول انا فهمه على اضرار التدخين؟ ممكن استشير يعني لغه الحوار. نعم. استاذ احنا اللي عم نعاني منه هلا ما معدومه لغه الحوار ابدا، يعني صاير يا ناس مشغوله يا ناس عم تتعامل بعرف مع اللي حواليها. هذا يمكن هو السبب الرئيسي للانفصال الفكري. تمام. اللي حكينا عنه بين الاسره مع بعضها البعض ومع ابنائهم يعني، وبالتالي تفكك الاسري. تماما. نعم. فانا هون مثال بقى مثال حلو يعني لازم نحن ندور عليه. تماما. يعني اذا كان طفل مراهق عم يسلك سلوك سيء تماما مثل التدخين وغيره وغيره، تماما شو ممكن نحن نتصرف؟ هلا انا هون ممكن كمواجهه مثلا مستلمه تاسع بكالوريا، انا بعمل ممكن محاضرات، ممكن اذا ما في وقت للمحاضرات انه هن عندهم ضغط بالحصص في المواد العلميه. نعم. جيب هذا الطفل افهم شو به. تماما. انت ليش عم تدخن؟ ليش حامل السيجاره؟ انت من شو عم تعاني؟ تماما. انا بحاول يعني كثير عم تصير معنا، حاول افهم نفسيته، انت شو اللي خلاك تتبع هذا السلوك السيء؟ بحط على الورقه عندي 1 2 3 في خطه. طبعا انا هي الخطه ما بمشي فيها لحالي، في عندي صاحب مؤسسه بدي ارجع له، في عندي الام والاب بدي ارجع لهم، انا بدي اعمل 1 2 3. لما بيصير توافق هون الطفل صف التاسع هقول لك
لما بلاقي صاحب المؤسسة والمواجهة والأم والأب هن صاروا متفقين ونحن جايين بدنا نعبر له أنه نحن هذا التصرف السلوك السيء نحن خايفين عليك، نحن بدنا نساعدك، بدك تعبر له عن محبتك وعطفك وخوفك عليه أنه أنا بدي ساعدك تماما. أما والله إذا كل واحد عم يشتغل لحاله فهون أستاذ ما رح نقدر نحل ولا مشكلة. طب يكون في تفاهم، نرجع منكرر فكرة أنه التواصل بين البيت والمنزل وبكل الأعمار مو بس بالصف التاسع، ودي حط خطة بقلم ورقة. أكيد هذا التواصل بتحقق بالمدرسة أنسي هدي من خلال اجتماع أولياء الأمور. بدأتوا ولا لسه بالمدرسة بالاجتماع؟ الاجتماع ما بلش، ولكن فينا نقول احنا ابواب المدرسه مفتوحه بشكل عام. بيكون طبعا هلا ابواب المدرسه مفتوحه والتواصل مستمر، ولكن بعد المذاكرات بنشوف نحن بنقيم وقتها، لازم نحط احنا دائما لانه بنلاحظ يعني انه في الطلاب احيانا بيخبوا عن اهلهم علامات التسامية، علامات المذاكرات. فهلا نحن الاسبوع الجاي ان شاء الله رح نبلش بالمذاكرات، ومن وقتها يعني من خلال علاماتهم بيعرفوا الاهل اذا ابنهم مستوى عالي او متدني، وعلى هذا الاساس في إذن هاي صورة جميلة للتواصل بين الأسرة والمدرسة. من خلال هذا التواصل يمكن أن يتم المساعدة بحل أي مشكلة تربوية قد تواجه الطفل. هلا الأهالي أحيانا هن بيكتشفوا مشاكل المدرسة غير قادرة على اكتشافها، والعكس بالعكس. فخلينا نحكي مثال عن هاي الحالات، شو ممكن يعني أنه الأهل يكون قادر يكتشف مشكلة ما وغير قادر المدرسة انه تكشفها مثلا؟ في هيك شيء ممكن يوصل لهيك حالة؟ الموبايلات اهم شيء. يعني بتلاقي مثلا اغلب المشاكل انه الاهل ما بيعرفوا انه بنتهم مع موبايل، ممكن عن طريق رفيقتها مثلا بتكون مثلا عم تحكي مع شخص، ممكن تكون طبعا هي الامور كلها بنلاحظ نحن دائما المدرسه هون عم نحط الاهل بالصوره. فاهم شيء الموبايلات هي هلا حديثا الشغلات اللي عم تتخبى عن الاهل، يعني عم يلجأوا لها علاقه بالتكنولوجيا، يعني لها علاقه بالتكنولوجيا. فعلا بتلاحظ انه طلاب بدأوا أطفال بيفهموا بالتكنولوجيا ومخارجها ومداخلها أكثر من الجيل الأبو والأم. أغلب الأهل بمرحلة الشهادة سواء كان تاسع أو بكالوريا بتلاقي ساحبين الموبايل من الأهل، وهذا الصح يعني وهذا المفروض. طبعا هو هي المفروض لأنه بينتهي كتير، يعني بده يصير يعجل بدراسته لحتى يستريح ساعة مثلا على الموبايل يتسلى. فهي التصرف غلط. فالفكرة نحن أنه الأهل وقت بياخذوا الموبايل من ابنهم، فهون ابنهم إذا كان مولع بهي الأجهزة التكنولوجيا الحديثة هون عم يلجأ لحدا ثاني لحتى ممكن ياخذ موبايله. طبعا وهي الحادثه كثير بتتكرر بالمدارس، سواء كان عن طريق التكلم مع اشخاص مثلا ما بيكونوا الاهل بيعرفوا فيهم، او فهي دائما المدرسه هون عم تحط صوره الاهل. طب احيانا المدرسه بتستدعي الاهالي، بعض الاهالي بيرفضوا القدوم للمدرسه، بيفكروا انه هو انتقاص للاهالي. فهون كمان بنرجع بنعول على دور المدرسه باقناع الاهالي بانه هذا الموضوع هو ما له علاقه ابدا يعني باي شيء سلبي، وانما ضروره يعني. الاهالي الواعيين اللي بدهم مصلحه ابنهم مثلا او بنتهم، يعني انا ما بدي بنتي مثلا توقع بالغلط، ما بدي اياها مثلا، خصوصا موضوع الرفقه الشلال كثير بيلهوا بيبعدوا البنت عن يعني عن جو اهلها، فبتعود ما عاد تسمع من اهلها، بتفكر انه وقت اللي بتنصحها اما انه اما غيراني منها، اما عم تعاندها، اما عم تعصب عليا، بتكرهها اما انهم بيوصلوا لمرحله خصوصا بمرحله المراهقه بتفكر البنت وقت اللي بتنصحها الام انه امها بتكرهها، امها عم تغار منها. فلا هي الفكره هو كله بالنهايه مشان مصلحه الابن يعني. تمام. طيب انسي اماني، الطالب المراهق هل لديه مبررات لكي يتمرد على اهله ونظام الحياه الاسريه؟ تمام. هلا بنرجع هون للام والاب. تماما. كيف الام والاب بدهم يستوعبوا هذا التمرد؟ تماما. هلا احنا عاملين خطه بالمؤسسه انه نحن مثلا كل اسبوع عم نتواصل مع شباب من الشعب. تماما. هلا هاي الخطه من خلال الحوار مع الام والاب، لما انا بحكي معهم بتستنتج شخصيه الام والاب من خلال الحوار على التليفون. بنلاقي في مشكله عم نسوي استدعاء او ولي امر، وكمان نشوف الشخصيه عن قرب انه انتم كيف بتفكروا. هلا هون لما عم نلاقي مثلا اب عم يشتكي انه انا ابني اتمرد، ابني ترس الباب بشكل مفاجئ مثلا بصوت عالي، رفع صوته عليه بصوت عالي، سكر باب الغرفه على حاله وقفله ما عاد فتحه. طب انا هون بدي اسال الاب، انت شو عامل معه قبل؟ نعرف انه الطفل بالسن بعمر المراهقه هذا الطفل يعني هذا عمره حساس جدا 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 استاذ احمد. فانا اذا ما عملت
ما قدرت عرفاني اتعامل معه، فهون الطفل اكيد رح يتمرد على اهله ويتمرد على مدرسته، حتى هو ما عاد يقدر يفهم حاله ورح يروح للسلوكيات. وهذا اذا كان عنده كمان مثل ما تفضلت الانسة هديل قبل شوي شله، يعني مثل ما بيقولوا يعني محيط سيء للاسف، والاغلبيه هيك عم بيكون. فهون لا الاب عرفان يتعامل مع ابنه ولا الام عرفان تتعامل مع ابنها، والطفل ما له عرفان شو هو. هذا العمر بحد ذاته هو عمر الضوجان مثل ما بنقول، هرمونات طلع هرمونات نازله، وهو بده يثبت ذاته. فانا هون بدي حاول عيد تاهيل الام والاب حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع ابنهم، حتى هذا الولد يرجع ما يتمرد على اهله. يعني هو استاذ السبب الاولاني هو مين؟ هو الام والاب، الاسره بشكل عام وشكل طيب خاص اصلا. في تعليق، ابني متمرد على يعني ابويه، يعني تقصد الام اللي عم تكتب التعليق، وعنده عاده كسر الصحون الزجاجيه لدى اقل نوبه غضب وعنف، وهو بالصف الاول الثانوي، يعني بالمراهقه اللي عم نحكي فيها، ماذا نفعل؟ نريد يعني استشاره حضرتكم. شو ممكن صف عاشر كمان نوبة الغضب هلا هي انه عم يسحبها عنف في تكسير اشياء ومتمرد، يعني ما بنسمع الكلمة نهائيا. فهلا هون لابد من مراجعة طبيب، يعني بنصح الاهل دائما انه يراجعوا طبيب ونشوف بقى شو، لانه نوبة الغضب هون عنده مانا طبيعية، يعني مانو غضب عابر او غضب، انما هذا الغضب يعني. العنف يعني هلا ممكن عم يسحبوا رمي او تكسير اشياء، ممكن لقدام تتطور الامور اكثر، يرمي حاله، ممكن يأذي اخواته مثلا، ممكن او يأذي نفسه. صحيح، ممكن يأذي نفسه. فالمفروض انا بنصح الاهل هون دائما مراجعه الطبيب، ونشوف شو بيقول لهم الطبيب لخطه علاجيه من خلال تقييم وضعه. تماما. طيب بهالحاله هون لما بيكون في بالاسره شخص يعاني من غضب بشكل ما، هل معناتها نحن عم تتجه أصابعنا إلى صفات أخرى مثل التمرد، المتمرد أو العنيف أو السلبي، أم إذا كان يعاني من غضب ما ليس بالضرورة أن يكون هناك صفات سلبية أخرى؟ أستاذ هلأ بنرجع لصفة نمط أو طبيعة الشخصية. هلأ في ناس هي بس بتعاني من غضب، تمام، جيناتها بس أنه هي طبع الغضب. في ناس لما بتجوع بتغضب، في ناس لما بتكون واقعة بزحمة بتغضب، في ناس إذا طلعت فيها تطليعة بتغضب، تمام، إذا داء نفسها تماما ملونة تمام، هذا غضب. فأستاذ هي ما فينا إحنا نتحكم فيها، لأنه هي هذا نمط شخصية تماما. ولكن برجع أنا بقول لازم يكون في علاج ذاتي. أنت مالك قدران تعالج حالك ذاتيا، يعني يا برجع لأختصاصية أو اختصاصي أو برجع لطبيب نفسي. تماما. بتسمحوا لنا نتوقف بفاصل لننتقل لفتح ملف القضية الثالثة، اللي هي نتعلم فيها كيف ندير غضب الأطفال في الأماكن العامة، إن كان مناسبة اجتماعية، حديقة عامة، في عنا مثلا أشخاص ممكن يحرجونا أمامهم، في مثلا ممكن يكون مثلا بالمول أو بأي مكان آخر، لابد أنه نتملك مجموعة من النصائح الاستراتيجيات لحتى ندير هذا الغضب. إذا سنتحدث بهذا المحور مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل السريع ابقوا معنا. Thank you.
إذن مشاهدينا، أكيد غضب الأطفال له خصوصية، وبنفس الوقت يمكن يكون له شيء من المتعة، يعني خاصة الأطفال الصغار بيستمتعوا الأب والأم يمكن أنه عم يعبر عن شخصيته، وبالتالي ممكن يكون في شيء يعني أنه من الشعور بالمتعة، ولكن أحيانا هن ما بيعصبوا على بدافع عاطفي، يعني ما بيأنبوا لهذا الطفل الصغير خاصة إذا كان بعمر كبير. طيب لما أنا كأب وأم عم شوف ابني عم يغضب كتير كتير وإلى آخره، وما عم بتصرف معه أنسي أماني بالطريقة المفروض أنا أتصرف فيها، هذا لوين ممكن يودي الطفل بالمستقبل؟ تماما. هلأ أستاذ أحمد، أول شيء الغضب عند الطفل هو منسميه انفجار عاطفي. شو يعني انفجار عاطفي؟ يعني هو مو قادر يعبر على الشيء اللي جواته، فهو بيصير بيتصرف تصرفات قدام العام الناس العامة. نعم. هلأ في عندك عمر محدد اللي هو عمر السنتين، 3 سنين، 4 سنين، هون الطفل بيلجأ لسلوكيات قدام الناس اللي عم مثل ما تفضلت حضرتك بالمول بالسوق الحديقة تماما، فهو مو قادر إلا أنا بدي، فهو شلون بيعبر عن هذا الشيء؟ ممكن يلفت له نظرة من خلال السلوكيات السلبية اللي بتسود لهش أحيانا بيعملها الطفل. تمام. هلأ هون أستاذ لما بيصير عمره 5 سنين و6 سنين، هون صار في شيء اسمه نمو عقلي. نعم. فهون صار في عنده نمو عقلي، فهون الطفل قادر بقى يعبر أنا جوعان، أنا بدي، أنا أي شيء بده هو بحاجته. فهون أستاذ لما بيصير عمره 5 و6 سنين صار عنده نمو عقلي، تمام؟ عرفان يعبر هو شو بده. بس هون الطفل لساته عم عنده نوبات غضب، يعني هلا عم لك 5 6 7 سنين صار الصف الأول وصف الثاني، تماما. لما نوبة الغضب بتتجاوز 20 دقيقة، معناها هذا الطفل هو بحاجة لاختصاصي نفسي، لأنه هو عم يعاني من شيء الأم لا فهمانته. نعم. ممكن من توحد الأم لا منتبهة، ممكن من صعوبة تعلم الأم لا منتبهة، فهون تعدى 20 دقيقة. أما إذا كان من الدقيقة للعشرين دقيقة خلصت النوبة، فهذا الطفل طبيعي هو عم يعبر عن أي شيء بده إياه. نعم. إذن نحن عم نحكي مع إدارة غضب الأطفال في الأماكن العامة. تمام. مستمرين فيه، ولكن خلونا ناخذ اتصال من غزل من دمشق. مساء الخير غزل. أهلين، مساء النور. تفضلي، عم نسمعك غزل. بس السؤال من خارج البث، يعني السؤال عن الدراسة من شان طلاب التاسع. ولا يهمك، حضرتك طالب التاسع؟ ايه نعم. تفضلي، عم نسمعك غزل. توفيق ان شاء الله. كيف نقدر نتخلص من التوتر اخر الامتحان؟ كيف ممكن نتخلص من شو؟ من التوتر اخر الامتحان. التوتر، تمام. في كمان سؤال ثاني؟ ايه كمان، كيف فينا ننظم وقت بين مادة ومادة من شان مادة اخرى ما يصير يعني فيها ضعف او نقص؟ تكرم عينك. السؤالين نحن فهمناهم وصلونا، ولكن خليني اسالك هلا غزال، انت كيف عم بتبرمجي امورك؟ كيف عم تدرسي هالايام هاي؟ يعني خطتك كيف انت عم تدرسي؟ يعني انا عم بدرس بشيء منظم، يعني انه يعني اكثر شيء هلا عاطيه للرياضيات للعلوم. حلو. بس عم حس في ضعف بين الوطنيه والتاريخ وهيك مواد. ضعف انه يعني ما عندك وقت كافي تدرسيه، او انت ما عم تدرسيه وقت كافي؟ ما في وقت كافي. لا، هو المفروض نوازن احنا بين دراسه الماده العلميه والماده الادبيه، هذا الشيء بيتحقق مثل ما حكينا من شوي بالتوزيع الوقت وتنظيمه بين الدراسه الصباحيه والمسائيه واستثمار العطله الاسبوعيه. يوم الجمعه والسبت كيف خطتك غزل؟ هلا يوم الجمعه والسبت كمان نفس الشيء، يعني نظم وقت للفيزياء والكيمياء والرياضيات، واحيانا ندرس فيهم، يعني ممكن نبدا درس تاريخ مو اكثر من هيك، بس في نقص. هلا نحن ما لازم نظلم ماده على حساب ماده، لانه كلياته بنفس السويه من الاهميه اول شغله. ثاني شيء لازم يكون في خطه. انا ما بعرف غزل، كاني حسيت من اتصالك ومشكلتك عندك مشكله باداره الخطه الدرسيه والوقت وتنظيمها، صح؟ ايه الى حد ما، بلح اقول بالمطلق يعني. طيب الاساتذه سمعوك وفهموا مشكلتك، خليكي معنا على التليفون. ممكن هلا نبدا مع الانسي هديل تعطيكي شويه نصائح عن تنظيم وقتك وكيف نوزع الجهد بين الدراسه للماده العلميه والماده الادبيه. تفضلي انسي هديل. كيف دراستك غزال؟ اهلين مثل نور. كيف دراستك؟ والله منيحه تمام، بس في بعض بالمواد الحفظيه. العلوم كيف؟ لا العلوم تمام، دراسه فيها كثير. تمام. هلا حبيبتي، نحن بالبدايه العام الدراسي نحن كنا نقول دائما ندرس كل يوم بيومه، يعني انت لازم حتى هلا يعني ما صار شيء، ولو انه قطعنا فتره مثلا معينه هلا من الدوام
نحن مثلا داومنا الاحد اخذنا مواد معينه، لنفترض نحن مثلا علوم انجليزي رياضيات، مثلا رجعنا على البيت ثاني يوم ما عندي انا هي المواد، ما عندي رياضيات ما عندي علوم، معلش بحفظ درس العلوم مثلا رياضيات الانجليزي، يعني حتى لو ما كانوا عندي هدول المواد بكره، صدقيني هذا المبدا اللي راح تتبعيه مبدا كل يوم بيومه كثير راح ترتاحي فيه. وبنعمل يوم الجمعه والسبت مراجعه لدروس الاسبوع كله، لانه انا هيك بكون ابتعدت قدر الامكان عن التراكم سواء كان بالمواد الحفظيه او العلميه. انت اهم شيء تنظمي وقتك وتستخدمي مبدا كل يوم بيومه. بجنبك داء التراكم، يعني هلا نحن بنقول ما فينا عم نحفظ ما فينا، لا هو بتلحقه بكره ان شاء الله راح تجيبوا علامات عاليه، بس الفكره كيف انه مثلا ادرسي كل يوم بيومه، هي الفكرة فيها. المهم ما يصير في تراكم، يعني ما يصير في تراكم، أهم شيء التراكم. يوم الجمعة والسبت مو إني أقسم مواد أدرسها مواد ما لحق أدرسها، لا خلي الجمعة والسبت هي مراجعة لدروس الأسبوع كله. يعني أنا شو أنجزت خلال هذا الأسبوع بعمل لهم مراجعة سريعة لألون، إذا ما قدرت مثلا على القليل حل وراء عمل مثلا لأي مادة، أو ممكن مثلا رجعت اليوم ما بلحق أدرس الدروس اللي أخذتهم ودروس بكرة، بحاول ولو كان مراجعة على الحاضر لأنه بيكون الدرس مترسخ بذهني. اي نعم، بس هلا انا اول شيء كنت قايله انه الرياضيات هي اكثر ماده عم ينضربوا فيها الطلاب، لهيك بتنطي كل وقت عليها. لا هلا نحن ما بيصير نقول هذا الحكي لانه كل طالب وضعه شكل، مو معناها اذا طالب انضرب بماده معناتها نحن لازم انه هي الماده صعبه، بالعكس بجوز تجيبي فيها علامات عاليه. نحن ما لازم نطلع مثلا لنتائج رفقاتنا، عرفتي كيف؟ كل طالب عنده وضع شكل، عنده ضعف بماده وعنده قوه بماده، فانت المفروض نشيل نحن مثلا هي الفكره من راسنا انه والله اذا حدا انضرب بماده معناها انه لازم تكون صعبه وانه لازم اضرب فيها، لا بالعكس انت لازم تكوني اقوى من هيك. وما بصير نحن نسمع لطالب مثلا هذا عنده الماده ممكن تكون صعبه بالنسبه له ممكن تكون سهله بالنسبه لك، فانت لازم تدرسي كل شيء وكل المواد يكون فيها توازن دائما. يعني غزل انت درسي الشيء اللي بترتاحي فيه حسب ما انت عقلك بيرتاح، مو حسب ما رفقاتك او حسب خطه حدا منفذها قبلك مثلا، او حسب ما يقال ويتناقل من اشاعات انه لازم ندرس الصبح كذا. بجوز غيرك مثل ما ذكرت الان سي هديل الصبح بيرتاح لدراسه مثلا الرياضيات، ممكن انت المساء، فحسب ما انت بترتاحي حسب قناعتك درسي وتعاملي مع المنهاج. الانسي اماني في عندك نصيحه بتحبي توجهيها لغزل؟ تنظيم الوقت. وهلا انا برايي انه نهار الجمعه، هلا انا دائما هيك بنصح الطلاب حتى عندي اطفال الروضه والابتدائي وقت كنت اعطي قل له نهار الجمعه بعد عن الدراسه خذ بريك لكل شيء من الصبح للمساء، لا تقرب على الدراسه ابدا، رجع من نهار السبت يكون، بس انت عامل من نهار الجمعه لنهار السبت انا بدي اعمل فيه من الساعه 4 الصبح نظم وقتي بحيث انا شيني ما قدرت ادرسه نهار الجمعه لاني انا حابب، يعني استاذ لانه الانسان بطبعه ملولي. اذا بدك تخليه عم يدرس من السبت للجمعه فهو رح يمل بالاخير. تماما، هي غزل عم تتابعك وبعدها معنا كمان. تماما، فانت حبيبتي غزل بدك تنظمي وقتك وخلي نهار الجمعه انه لهاد لاهلك، لتطلعي انت ورفقاتك ممكن بعلم اهلك، يكون في عندك يعني انت برنامج ترفيهي تماما، ترفيه اكثر من الدراسه. نعم. ممكن انا خلي مشان انا ما ضوي وقتي مثل ما تفضلت الاستاذه هديل اخر ساعتين بالنهار انه راجع اعمل مراجعه على ماده انا كثير حافظتها بقلب الاسبوع مشان ما مثل نفس تماما انه اندم. وفي بقى نهار السبت انا من الساعه 4 الصبح يكون عندي ببلش نهاري من الساعه 4 الصبح وبلش بقى هيك طول النهار دراسه. تماما. بتحبي اسا في شيء ثاني غزل؟ لا شكرا كثير لكم، شكرا للانسي هديل الانسي امان. طيب قبل ما نسكر غزل سؤال لك، هلا في عندنا الاسبوع الجاي مذاكرات، كيف تحضيرك هلا؟ كيف انت رضياني مقتنعه بتحضيرك هلا هالفتره؟ ايه طبعا انا محضره كثير منيح، بس في توتر. هذا شيء طبيعي، توترك هذا هو اللي حيكون بوابتك للنجاح والتميز ان شاء الله، بس ما تخلي التوتر والقلق دائما هو يحاول انه يمتص طاقتك على الدراسه والتركيز، يعني خليه ايجابي، ما تخليه يتحول ابدا لسلبي، ولما بصير تحسي حالك توترك قلقك بلش هو يأذي دراستك وخطتك ويتحول لسلبي، هوني فورا بالمدرسه بتستشيري الارشاد النفسي وبتحكي مع انستك المقربه لإلك، تاخذي راي الاساتذه والمرشد النفسيه، واكيد رح يقدموا لك الدعم والمساعده. أكيد. شكرا كثير بالتوفيق غزل، بالتوفيق لحضرتك. إذا نحن كنا ضمن تعزيز سلوك الأطفال بالأماكن العامة وكيف نحن ممكن ندير الدفة، يعني الاتجاه سلوك مقوم وسلوك سليم. طيب
الأهل اليوم إذا كانوا بمناسبة اجتماعية وكان معهم أطفالهم وتصرفوا تصرفات مخزية ومخجلة، تمام، أنا كيف ممكن أتصرف سواء كان هالطفل مع أبوه ولا إذا كان مع أمه أو إذا كان مع بعضهم الاثنينات مثلا؟ تماما، كل الحالات. هلا أنا ما بدي ألجأ للعنف أبدا، لأنه قولا واحدا الطفل رح يرد لك إياها 10 قدام الناس، تماما. فانا هون ممكن انا كأم مثقفه واعيه عارفاني اتصرف مع ابني، نبهه قبل ما اطلع برات البيت انه انت هذا التصرف ما تصرفه قدام الناس، واذا تصرفته في لك عقوبه بس ترجع، تماما. يعني في يكون مو بس كمان ترهيب، في ترغيب وترهيب من قبل الام، تكون اذا انا معناتها اتعامل معه لغه حوار طبيعيه، حوار تماما، انه يكون في لغه حوار بين الام والطفل، ترغيب وترهيب، ما بصير تعمل هيك برات البيت، وما عنف قدام الناس لانه حيرد لي اياها، لانه كمان استاذ التعنيف الطفل قدام الناس الغريبه هو يعتبر مدمرات المواهب لدى الطفل. نعم، ضرب الكف، الملافظ البذيئه، يعني الام اللي بتقول لابنها عفوا من الحضور انه يا غبي ويا فاشل قدام الناس، هو بالكبر رح يطلع له غبي وفاشل، ما رح يخيب ظنها، تماما. لو كان عنده قدره على النجاح وقدره على التعبير عن هو اللي دارسه، ولكن شو حيقول؟ امي قالت لي انا غبي وانا غبي وفاشل، نعم، فرح اطلع غبي وفاشل، يعني ما حيخيب له ظنها. هيك احنا بنكون عم نزرع بذور الغضب، تماما، ونوبات الغضب، تماما، اللي هي رح تستمر مدى حياته لفترات طويله. هلا اكيد لما الطفل بينجرح بتنخدش كرامته، مشاعره وكرامته بهذه المواقف، هذا رح يترك اثر عن سيادي المستقبل لما بده يصير شاب. هل هناك مرحله ما يتلاشى هذا الاثر، ولا برايك هو رح يضل لاخر حياته؟ هلا حسب، اذا بيبقوا الاهل بيعاملوا ابنهم بهي الطريقه اكيد هو رح يكبر وبيصير عنده نوع من التعقيد، يعني حتى بكره انه هو بس يتزوج رح ينقل الصوره اللي صوره اهله، على فكره رح تكون يعني صوره اولاده، رد فعل سلبي، رد فعل سلبي وعكسي بنفس الوقت رح يكون، تماما. بس هون المفروض انه الاهل يعرفوا يتعاملوا مع الطفل، يعني اهم شيء انه مثلا يبتعدوا قدر الامكان عن التوبيخ، عن استخدام الكلمات الجارحه. يعني بنلاحظ نحن بانه دائما لازم يختاروا كلمات بسيطه واضحه، طبعا نبره الصوت هون كثير بتساعد بتهدئه الطفل. صح، يعني في عندي طريقه انه مثلا لازم الطفل واعي وعقله، يعني بنلاحظ نحن مثل ما بنعلمهم، نحن وقت اللي بنقول لهم هذا الشيء غلط خلص انه غلط غلط، بينما في اطفال بتلاقيهم عندهم نوع من العناد، يعني عنيدين. نعم، فهذول بدنا نعرف نتعامل معهم بطريقه ما. طبعا هو كمان اذا بدت عليه اي تصرف غريب قدام العالم او الحضور، انه نحن لازم مثلا نتجاهل مشاعره او نتركه او مثلا نصرخ عليه، لانه هو بهالمرحله هو ما بيكون واعي انه شو عم يتصرف او شو عم يعمل. نعم، فالمفروض نحن مثلا ممكن عندي كذا طريقه لحتى اتعامل مع هذا الطفل، ممكن مثلا اخذه على مكان بيحب انه هو يروح عليه، مثلا ممكن نعرض على الطفل لعبه بالعابه المفضله، المهم اي قصه انه ممكن انا اعملها بحيث انه هدي من نوبه الغضب اللي انتابت هذا الطفل. تمام. طيب هل هناك فرق بين الغضب والانفجار العاطفي؟ يعني تمام، في فرق بيناتهم حتى المفهومين هدول؟ تماما استاذ، هلا حكيناها قبل شوي، الانفجار. نعم، العاطفي بيبقى لما انا ما اكون قادره اعبر على الشيء اللي بدي اياه، تماما. نعم، هي بقى للاطفال اللي عمرهم من 2 3 4 سنين، تماما. نعم، متى ما تجاوز الطفل النمو العقلي، يعني صار في عنده نمو عقلي قادر يعبر هو شو بده، فهذا ما يتسمى انفجار عاطفي، هذا صار نقدر نسميه مثل غضب، تماما. نعم، هلا كمان بدي اقول لك، تفضلت الانسه هذيل قبل شوي بشغله حلوه، انه مثل ما بتربي الطفل هو رح ينقل هذا الشيء للأسرة تبعه بالأخير، تماما. يعني الطفل وقت الأم ما يكون في لغة حوار بينه وبين ابنها، ما تعلمه كيف يعبر لما بيصير عنده نمو عقلي من 4 سنين وانت طالع، فهو الطفل حتى ممكن بصف التاسع والبكالوريا وقت يتجوز يصير عنده انفجار عاطفي. ليش؟ لانه هذا الطفل ما تعلم لغه الحوار، ما تعلم يعبر على الشيء اللي بده اياه وقت صار سن التعبير الطبيعي اللي هو الكي جي 3 الفئه الثالثه. اما الطفل الام مثقفه عرفان تتعامل مع ابنها، بلشت بعمر 5 سنين وقت يصير في عنده نوبة غضب تقول له لا تغضب، لا تزعل، لا تعيط، قل لي شو بدك، يصير في لغة حوار. نعم، فهون هذا الشيء رح يكبر معه هيك حتى يأسس أسرة سليمة. طيب في تعليق، جربت أسلوب الهدايا مع ابني كمكافأة، تمام، لكل سلوك سلبي، تمام، ولاحظت النتيجة كانت إيجابية، تعدل السلوك بنسبة كبيرة جدا. تمام، هاي تجربة واقعية، يعني من احدى الامهات، اسلوب الهدايا. السلوك السلبي؟ لا، لاسلوب الهدايا كمكافأة لكل سلوك ايجابي، يعني إيجابي لمكافحة السلوك تمام السلبي، تماما.
تمام. ففكرة تمام. الهدايا أو التعزيز، يعني هلأ إذا نحن عم نحكي عن تعزيز وعنوان حلقتنا الفقرة هلأ الآن تعزيز سلوك الأطفال بالأماكن العامة، تمام. الهدايا إحدى هذه الوسائل، ماذا عن الوسائل الأخرى؟ تمام. كيف أنا ممكن أعزز؟ مين بيحب يجاوب؟ هلأ نفس الشيء أنا أكيد كلمة من وجهة نظره. نعم. هلأ الهدايا أو المكافأة طبعا هي تعتبر شغلة كتير إيجابية، لأنه هيك نحن عم منعزز من قدرة الشخص على اتباع التصرفات الإيجابية يعني الصحيحة. تماما. فوقت اللي بيكون في حافز هو بقى بيصير بيبتعد عن التصرفات الغلط، وأكيد رح يتوجه للتصرفات الصح. نعم. في عنا كذا طريقة ممكن نحن نمدح هذا الشخص قدام العالم، منحاول أنه ما نظهر عيوبه، ما نظهر مثلا الشغلات السلبية اللي عنده، أو نقعد نحكيها مثلا للجيران قدام العالم وين ما رحنا أنه هذا الطفل بيتصرف في هذا، لا تبقى شغلة يعني سر بينه وبين ابنه الأم. نعم صحيح. فهي الشغلة كمان كتير إيجابية، يعني أنه نحن بتضل محافظة على الثقة، تزرع ثقة بين الأم وابنها، وهو بيضل عنده هالثقة الكبيرة، وبالتالي هذا ممكن يكون وسيلة للأمان النفسي، للبيئة النفسية الآمنة اللي هو بحاجة لها. والطفل يعني بيعرف أنه لو وقت الأم بدها تهزقه أو مثلا تحكي لجارته أو تخلي رفقاته مثلا أنه لو كان بأسلوب المزح أنه يضحكوا عليه، فهو رح يحس بهذا الشيء وأكيد رح يسبب عنده نوع من الكبت والغضب. فالأم بقدر الإمكان بدها تبتعد عن هي الشغلات، حتى أي شغلة أي تصرف بيبدي ابنها بالبيت بيبقى سر يعني بينه وبينه، وممنوع هاي الشغلات يعني تطلع برا البيت ولو كان لأخته أو لأقاربهم أو جيرانهم، فهيك كتير بتكسب ابنها. طيب أيضا في تعليق أنه ابني بالحديقة أحيانا تنتابه نوبات غضب، تمام. يتمرغ على التراب والعشب، يعني مرة أنبته ومرة تركته، تمام. حتى تنتهي يعني نوبة الغضب، أيهما الطريقة الأسلم والأصح؟ بس هلا هي طريقة تربوي. طبيعية أنه الطفل يلعب بالتراب ويلعب بالعشب. يتمرغ يعني أنه كنوبة غضب، يعني بيتفشش بهذا الشيء. بالضبط. تماما بالضبط. هلا أنا أول شيء ما بدي عنفه قولا واحدا، يعني كثير أنت بتمرق بحديقة ممكن أو مول بتلاقي صوت الأم وصلان لآخر الدنيا وهي عم تبهدل ابنها قدامك، يعني برأيك نتجاهله؟ بدك تتجاهله، ولكن طبعا بدك تتجاهله، ولكن بحيث انه هو ما اذى نفسه، ولكن وقت ارجع على البيت بدي فهمه الصح من الغلط. بنرجع للغه الحوار استاذ احمد. نعم. بدي فهمه، ما بضربه يعني والله بس تفوت على البيت هلا بدي تعرف الامهات. تماما التهديد. تماما هذا اكيد هذا الطفل هلا اطفالنا أثر. تماما اطفالنا استاذ سلبي. اطفالنا ما عاد اجت باسلوب التهديد، اطفالنا. نعم. كلها صايره يعني بتحسها يا عنيفه يا عنيده. تماما. نعم. يعني تمام. هو احيانا في اطفال كتير مرقت علي انه الام هو الام بتضربه بيضربها يعني بيهجم عليها. تماما. فانت تماما تماما بالند. نعم. تماما. فانا بدون خلي لغه الحوار بينك وبين ابنك، تجاهلي التصرف السلوك السيء اللي صار برا البيت، وبس ترجعي على البيت ادبي ما تادبي قدام العالم. تماما. وبدها تكون الام استاذ هي قدوه لابنها، يعني هلا هي بتكون صح. قادره تسيطر على تصرفاتها قدام العالم. تماماً. لانه بالاخير الطفل اذا شاف امه ما عم تسيطر على تصرفاتها حيبقى هو كمان ما يسيطر على تصرفاته، ويبني عيله مو قادره تسيطر على تصرفاتها واهله ما جارته. تماما. متى انا اجزم بان نوبه الغضب قد انتهت وعادت الحاله النفسيه لطبيعتها، وبشكل عام يعني العاصفه هدأت في المنزل او بالبنيه الداخليه لهذا الطفل؟ هلا في مؤشرات معينه؟ هلا مجرد هدوء الطفل مثلا، انه طبعا وتغيره من الحاله اللي كان هو فيها لحاله جديده، بنعتبر نحن انه ننطره نحن حتى يهدا حتى يروق، وقتها نحن بنشرح له انه هذا التصرف اللي تصرفه غلط، او انه مشان شو كان سبب الغضب، بدنا نعرف نحن شو سبب الغضب. هلا نعم. مثل ما قلنا نحن ممكن يكون سبب الغضب الجوع، ممكن عدم كفايته من النوم مثلا، ممكن يكون الشعور بالالم، ممكن يكون عم يتوجع او مريض هذا الطفل ونحن عم نصرخ عليه مثلا، او الام مثلا عم تخانقه وتفكر انه لا. هو دائما لازم تعرف شو سبب هذا الغضب، مجرد ما تم معالجه. نعم. هي الحاله وهدوءه لازم هون نعرف انه نوبه الغضب انتهت عند الطفل. تمام. هل من الصعوبه او من السهوله بسؤالنا الاخير بهذا المحور انه الطفل يتخلص من هذا السلوك بالمطلق؟ لما بتكون الام عرفانه تتصرف معه حيتخلص. هذا بيتطلب ثقافي معنا. ثقافه تماما. حكيناها باول جلسه انه لازم الام هو المعلم يكون في عندهم تطوير للذات من افهي القصه، انا كيف بدي خلي طفلي يطلع من السلوك السلبي للسلوك الايجابي من خلال الام والمعلم.
أنا إذا تجاهلت السلوك السلبي وما أنبته عليه وما علمته كيف يطلع من سلوك الغضب، هذا الطفل رح يطلع إنسان عصبي لآخر عمره. نعم. تماما. أما أنا كأم أدراني لو في جينات أستاذ أنا بقدر سيطر على ابني، يعني أنا ممكن علمه هذا التصرف خاطئ، الرسول كان هيك، قرآننا هيك، تمام، في 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 علاجات كثير، إسقاطات أخلاقية دينية كلها. روحانية تمام. بحاول اجتماعية تماما كل الإسقاطات تماما. وبدي أقول لأي أم هي عاجزة عن أنه تقدر تعالج ابنها، رجعي لأخصائية نفسية، رجعي مثلا لأختك تحسيها مثلا أنه أنت هي قادرة تعالج، معلش احكي للعالم، ممكن حدا ثقة. نعم. تماما أكيد يكون ثقة، حدا يساعدني أنا مالي قادرة. يعني هو صاير فيك أنه ما حدا لحدا. طب بكل الأحوال في عندنا مرشد نفسي تماماً. بالمدرسة هذا كمان ممكن ناخده فعلا يكون تماماً. وحتى بدنا ننوه للشغلة أنسي أمان، يعني بي 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 يعني بالروضات هي أكيد من صلب عمل يعني المدرسات أنه يكون عندهم إلمام بالحالة طبعاً. النفسية طبعاً. فبغض النظر مهما كان عمره، يعني حتى إذا ما كان بالمدرسة وما في إرشاد نفسي، في عندنا آنسة الروضة، معلمة الرضا هي بحد ذاتها مرشدة نفسية. أكيد هذا الكلام دائما نحن طبعا شيء من خبرتهم بيتحقق. أكيد. وأنا دائما بقول هلأ بالروضة وبالمرحلة الابتدائية من الصف الأول للرابع هو ما له بحاجة لمرشدة نفسية. نعم. أنا برأيي وحكيتها قبل مرة بهي الحلقة غير حلقات، أنه تكون المعلمة هي الأم والمعلمة والمرشدة النفسية والمرشدة الاجتماعية، هي كل شيء بالنسبة للطفل مشان الطفل ما يتشتت، يعني نعم. يكون بحياته بس الأم والمعلمة، لا تدخل المرشدة النفسية. تماما. كل حديثنا كان بالقضايا الثلاثة اللي مرقت، هي عن الطفل الغاضب، الطفل اللي هو سلوكه يعني عنده تمرد، وبالتالي المسموع صوته، تمام، ممكن يكون صوته يعني مزعج في المنزل. أكيد. بسبب الغضب ونبرة الصوت. ولكن على النقيض والجانب الآخر، هناك من يعاني من صمت الأطفال اللي هني ما بنسمع صوتهم نهائيا، تماما. فهذا الصمت مشاهدينا هل هو حالة مرضية، حالة طبيعية، مؤشر لماذا؟ في القضية القادمة والأخيرة بحلقة اليوم سنتعرف على هذه المفاهيم، ولكن بعد هذا الفاصل نعود أيضا، تابعونا. مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي أتعلم كل الكلمات، الله الله، بابا بابا، وطني عالمي، أكتبها في قلبي ودمي. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي ألقى أصحابي في الملعب، نلعب ساعات لا نتعب، كرة وقدم والضحك نغم. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي ننشد أغنية وطنية، ونحيي العلم بساحتنا ألف تحية. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. هذه مدرستي يا عمي سحر وجمال، مدرستي لو تدري أمي أم الأطفال. إذن الصمت ما هو؟ ما له؟ ما عليه؟ هل الصمت عند الأطفال يكون مؤشر خطير أم عند الكبار أم عند اليافعين والمراهقين؟ أكيد يعني هذا الشيء رح نحكي فيه مع ضيوفنا ومستمرين طبعا بحلقتنا لليوم بهذه القضية الأخيرة، الصمت. أستاذي أماني، يعني كيف نحن اليوم ممكن ننظر إلى الصمت؟ تماما. هل يعوض لغة الكلام أم ماذا؟
هلا هون استاذ في فرق بين الصمت عند الصغار والصمت عند الكبار. الصمت عند الصغار هون في عنده مشكله نفسيه قولا واحدا، لانه هذا الطفل بعمر الروضه ومرحله الابتدائي هو لازم يحكي ويعبر عن كل شيء تماما، ان كان تربويا سلوكيا اخلاقيا اكاديميا، لازم يكون هذا بمرحله التعبير عن الذات، التعبير عن افكاره تماما. ولكن الصمت عند الكبار هون له بقى ممكن يكون حاله نفسيه، ممكن يكون ناس هي طبع الصمت. وبيقول لك هلا في حكمه ما بعرف مدى صحتها صراحه، انه الصمت هو اقوى لغات الكلام، اقوى لغات اقوى الكلام. لغات الكلام هون صار عم يعوض بلغه الجسد يعني تماما. ممكن تكون تماما. هلا في ناس نعم. تفضل. الصمت احيانا بيكون هو كرد فعل عابر نتيجه تماما. حوار ما تماما. واحيانا بيكون يعني فعلا هو يعني حالي يعني تماماً. ممكن تكون لفترات طويلة الأمد تماماً. طب هون نحن فينا نحن هالشي بيقودنا للسؤال بابا، يعني من وجهة نظركم اثنيناتكم أنا حابب، متى يكون الصمت طبيعي ومتى يكون الصمت غير طبيعي برأيك؟ هلأ بالنسبة للصمت مثل ما ذكرت زميلتي نانسي أماني، إنه حالة من الامتناع عن الكلام وعدم نعم. الرغبة في المشاركة بالحديث أو إبداء الرأي لأسباب متعددة. نعم. هلأ بشكل عام الصمت بيكون طبيعي وقت اللي بيكون يعني صمت مريح. كيف يعني صمت مريح؟ إنه هو الصمت اللي بيتحاور فيه الشخص مع نفسه. نعم. يعني هلأ هذا بعتبر إنه هذا الصمت كتير إيجابي، مفيد لأنه للصحة. طبعاً أوجهه إنه هذا الشخص بيكون مثلاً عم يعزف عن الصمت والسكوت، عن مثلاً التحدث مثلاً عن الأشخاص، عن انتقادهم مثلاً. يحمينا من الغيبة النميمة برأيك. من الغيبة طبعاً، من الغيبة والنميمة، لأنه هوني عم نتفادى نحن التكلم عن اشكال الاشخاص، عن عاداتهم، عن قيمهم الاجتماعيه، او عم بتدخل انا بشيء ما بيعنيني. الصمت الثاني الغير طبيعي هذا الصمت القاتل. الصمت القاتل هو وقت بيمتنع الشخص مثلا عن قول الحق، بخاف من الضرر يعني. نعم. فهذا كثير رح يحسس الشخص بتانيب الضمير، كثير رح يضعف منه. فبنلاحظ نحن بانه هون بهالحاله هي بيكون غير طبيعي الصمت تمام. فيعتبر صمت قاتل. هل يكون هو مكتسب ام ياتي بالفطره؟ الشخصية الصامتة مع الطفل مثلا إذا بدنا نخصص للطفل تماما. هلأ لا هي بقى صارت مكتسبة تماما، مكتسبة. أحيانا في أطفال، هلأ مرت علي إحدى المتدربات من شي سنة تقريبا، ومتزوجة وفاتحة بيت، ولكن هي تنزوي لحالها قاعدة. شو بكي؟ أخذت وعطيت معها، أكي أنا من صغري كل ما بدي أحكي تقلي أمي ولا كلمة، سكتي ولا كلمة، تراكمات تماما يعني. تراكمات. فهي حتى شفافة أستاذ لما بدها تحكي بتحسها شادة، ما عندها جرأة على الحوار، معناتها شخصيتها هون رايحة صفر يعني. فهون نعم. أستاذ الأهل هن يا بيبنوا شخصية يا بيهدموا شخصية من الأخير، وبيساعدوا مكان العمل بقى ومكان الدراسة. ولكن هون بدي فرق بين الشخص اللي بيكون بيحكي كتير وفجأة بيصمت تماما. نعم. هون بيكون عم يعاني يا من ألم، يا من شيء صاير عدم ثقة، انه خلص هو وثق بحدا، هذا الحدا فشل اسرار فهو ما عاد حكى ابدا. نعم. هون بيعاني من شيء. واحيانا في ناس هي طبعها الصمت، بتحكي بس بالمجال يلي بالوقت اللي لازم تحكي فيه. يعني ممكن انا هذا المكان حيحصل له ضرر، انا بروح بخبر. نعم. ممكن هذا الشخص حيحصل له ضرر، انا بروح بخبر. نعم. يعني انه حل مشكلة تماما. وبمتنع مثل ما قلنا عن الغيبة والنميمة، هذا بيكون بقى تماما. الصمت هون ذهب. يقال لسانك حصانك إن صنته صانك. هون يمكن هاي المقولة فعلا هي بتبين أهمية الصمت في المكان والوقت المناسب. ولكن البعض مثل ما حكينا ما عنده وقت ومكان كل الأوقات مناسبة، هون صار في صمت طويل الأمد. هذا هل بالضرورة أن يكون مؤشر لحالات نفسية أخرى، أمراض نفسية أخرى؟ ذكرت مثال أنه انطوائية وعزلة، ماذا عن الحالات الأخرى اللي هو ممكن يكون مؤشر لإله الصمت تماما؟ هلأ في طويل الأمد تماما. هلأ في عنا بعلم النفس نوعين، اللي هو دائم ومؤقت. في عندك بعلم النفس بيكون الإنسان متعرض لإنسان بيحكي كتير، تعرض لصدمة نفسية أو صدمة عصبية، فهو خلص سكت، ما عاد عنده قدرة يحكي ولا مع أي حدا. نعم. وفي عندك اللي هو المؤقت، هو كمان تعرض لصدمة نفسية، ولكن هو سكت فترة من الزمن، شحن حاله، حط حل المشاكل اللي عنده، بعدين بقى رجع وبس حط خطوط لهي رجع. يعني نعم. واحد اثنين ثلاثة أنا لازم أرجع، ولكن من دون ما أحكي كل شيء تمام. طيب أنسي هاتيل، إذا بدنا نحكي عن مخاطر الصمت بشكل عام، كيف ممكن احنا يعني نلخصها او انه نوضحها بخطوط عريضه لهذه المخاطر؟ مخاطر الصمت طبعا برجع بقول للصمت طويل الامد. طبعا الصمت طويل المرضي. الامد يعني ممكن الشخص من كتر ما بيكبت، وفي شغلات هلا بيقولوا نحن انه مثلا اللي بيحكي بيرتاح، يعني في شغلات مثلا اللي بيحكيها الواحد بيرتاح، فبنلاقي نحن انه الصمت طويل الامد يعني الشخص عم يكبت باعماقه هون، شغلات كثيره، مشاكله ومشاعره.
فهون ممكن يصير معه ارتفاع بضغط الدم، ممكن يصير معه امراض بالقلب، ممكن عدم القدره على النوم لانه في شغلات بده يحكيها مثلا وما عم تجي جرأة على الحكي. فهي الحاله بالنهايه رح يصير في معه قلق، رح يصير في معه نوصل هون لحاله من الاكتئاب، وبالتالي هون رح نكون صرنا بمشكله ومشكله اخرى. يعني المخاطر هي ممكن تؤدي الى الاكتئاب مع هذا الشخص. ممكن يرتبط الصمت بحاله خوف مثلا، هلا له عدة اسباب ممكن. نعم. يكون مثلا الخوف، ممكن يكون الشغله من الصغر انه الاهل مثلا عن طريق اسقاط الطفل. نعم. انه رده فعل فصارت معه وكبر هذا الشخص وهو عنده هي رده الفعل. مع قد ايه من المهم الاهل ينتبهوا لهي الحاله، زجر الطفل. تمام. خاصه بيكون الطفل يعني باول حياته السنين الخمس يعني اللي بده اول ما ببلش عنده المكونات اللغويه لديه. تماما. تعبر عن نفسه. فهون المفروض انه من الاهل انه هالطفل بهذا العمر، العمر الخمس سنين مثلا، شو ما شاف بده يحكي. فالاهم نرجع نحن للغه الحوار بين الاهل والطفل، كثير بتزيد من ثقته بنفسه، وحتى يعني بنستفيد نحن انه هذا الشخص شو عم يشوف، كيف عم يفكر، كيف. تماما. لازم طيب يتصرف. ممكن يكون الطفل الصامت او الانسان الصامت بشكل عام دليل صمته دليل على انه هو عم يتعرض لتنمر مثلا؟ اكيد، ولكن هون بيكون في حاله مرضيه عند الطفل اللي هو اما التأتأة، او ممكن بيطلع على السبوره مو قادر يعبر عن المعلومه الاكاديميه اللي طلبتها منه المعلمه، او مثلا عنده ملافظ سيئه. تماما. فهون بيتعرض لتنمر او بيتعرض لتوبيخ، فهون الطفل بيلجأ للصمت. بيلجأ للصمت. إذا نحن هلأ صرنا عم نضوي على ثلاث نقاط أساسية، ممكن يكون السبب هو زجر الأهل منذ الصغر وطمس الشخصية. وبالتالي ممكن يكون هو مؤشر لانطوائية وعزلة، وممكن يكون مؤشر لتنمر. تماما. هذا بالنسبة للصمت. تماما. هل هناك فوائد نرجع نحكي عنها، هاي الفوائد مثل ماذا مثلا؟ هلأ تحسين التركيز، تقليل النزاعات. يعني انا بعرف مثلا اذا بدي احكي هاي السيره بدها تخرب الدنيا، لا الاحسن انه انا ضل صامت. وبرايي استاذ احمد نحن وصلنا لزمن الكل يضل صامت، عشان لانه ما حدا متحمل حدا بصراحه، وصاير كثير عم يصير مشاكل. فنقل الحديث مثل ما تفضلت الاستاذه قبل شوي وحضرتك، الغيبه والنميمه. تمام. عم يصير نقل الاحاديث. فانا برايي ونصيحه للكل يلي عم يعاني من شيء، لا يحكي لحدا، شو يساوي؟ يحط القلم والورقه ويكتب 1 2 3. القلم والورقه ما بتخون، بس هو الاشخاص احيانا صراحه كثير عم بيخونوا. ممكن يكون كمان هو صوره عن الحزن ايضا. نحن عم نحكي، عم نحاول نحكي الصور كلياتها اللي ممكنه اللي هي تكون عم تترجم بهذا الصمت. احيانا ممكن يكون مثلا نوع من الصمت كمان انه مثلا شخص بيكون خارج البيت بشغله بعمله يعني باشياء من الضجيج، فوقت بيرجع على البيت المفروض انه مثلا يقعد بينه وبين حاله لمده دقيقتين مثلا. صحيح. ممكن يستمع لموسيقى، فهي الشيء كثير على فكره بيريح الشخص من الضوضاء اللي كان هو فيها، وبالتالي بيساعد على خفض معدل ضربات القلب عنده مثلا. نعم. بيساعد على خفض ضغط الدم، فكثير هي بعتبر انه هي الحاله مفيده، بشرط يكون انه قصير الامد هذا الصمت. تماما. اذا نحن اليوم اذا بدنا نطلق على الصمت صفه عامه، تمام، هل نقول بانه فن ام مهاره برايك؟ الصفتين سوا. صفتين، فن ومهارة. فن ومهارة. إذا الصمت هو فن ومهارة. بدي أعرف إمتى أحكي وأعرف إمتى أسكت. تمام. بس ضروري جدا إذا نحن اليوم نتحدث في الوقت المناسب ونصمت في الوقت المناسب. عادة نحن بيكون بعلم الكلام يعني كلما تحدثنا أكثر نقع بأخطاء أكثر، وكلما صمتنا أكثر نتجنب هذه الأخطاء. إذا بالختام، بختام حلقتنا، خلينا نرجع نتوجه بنصائح ترتبط بملخص عام لهذه الحلقة. نبدأ من عندك أستاذة أماني. تماما. هلأ بدي أتوجه بنصيحة للأمهات بشكل عام، قد ما كنتي مشغولة خلي ساعة لابنك لرب العالمين أعطاك إياه. تماما. ضروري هاي. ضروري، لأنه جداً. مثل ما الله بعث لك هي تعتبر من أساسيات التربية، وأهم يعني وأهم. أهم صراحة. نعم. أهم من شغلك وأهم من أهلك وأهم من كل تماماً. شيء، لأنه هو انت قدوه له، وهو حيطلع يقول امي او ابي. تماما. نعم. عززي لغه الحوار بينك وبين ابنك. حاولوا حتى بطفل سن المراهقه اي تصرف او سلوك سلبي لقيته على هذا الطفل تاسع بكالوريا جيبه، خذ كمان لغه الحوار بينك وبين ابنه، شوف شو سبب هذا التصرف، وحاول تلاقي دائما
حلول إيجابية لكل مشكلة. أستاذ أحمد، ما في مشكلة ما لها حل، وهذا كله بيتحقق بالحوار، بالحوار أستاذ، بالورقة والقلم. خطة أكيد. واحد اثنين ثلاثة بدي أمشي. أنت كأب وأم مو قدرانين، رجعوا للأخصائية النفسية هي بتساعدكم. تماما أستاذي هديل، شو بتحبي يعني نختم مع حضرتك؟ شو النصائح؟ أنا بقول إنه أهم شيء بالحياة طبعا التفاؤل، أهم شيء السعادة. طبعا إحنا بنعرف الناس بالفطرة بتنجذب نحو الأشخاص اللي بينشروا التفاؤل والسعادة وين محله، وطبعا أهم شيء نحن دائما التفكير الإيجابي، بنعتمد قدر الإمكان عن التفكير السلبي حتى نريح راسنا، حتى ننعم بحياة نكون رضيانين فيها. وأهم شيء الرضا عن الذات، يعني نحن وقت اللي بنكون رضيانين عن ذاتنا، رضيانين بقدرنا بنصيبنا، صدقني كثير رح نعيش مرتاحين وسعداء ونبتعد. المصالحة مع الذات. تمام، مصالحة مع الذات، لأنه التفكير السلبي والأشياء السلبية ما رح تتأخر ولا رح تقدم شيء من حياتنا، لأنه كل شيء مكتوب بحياتنا وهذا كله نصيب من رب العالمين. تماما. بسؤالي الأخير، يعني هيك نقطة أثارتني الآن، يعني ضمن الظروف الصعبة الاقتصادية التي تعيشها جميع الأسر، ضمن هذه الضغوطات النفسية اللي نحن عم نعيشها نتيجة أزمة حرب وما بعد الحرب، هل هناك اليوم بوابة يمكن أن تدخل من خلالها أشعة السعادة إلى بيوتنا؟ برأيكم ما هي هذه البوابة؟ إذا كان جوابكم نعم كمان جوابك أكيد. وجواب الأنسي أماني. هلأ ما بيخلى الأمر أنه طبعا مو كل شيء بالحياة مزعج، ومو كل شيء نحن بالحياة لازم ننظر له أنه نظرة سلبية. نعم. بيظل في أشياء إيجابية. وقت الأهل مثلا بينجح ابنهم بيجمع علامات بهي الظروف، هي تعتبر بوابة من بوابات السعادة ومدخل. نعم. للبيت، لأنه بصراحة الأهل بيكونوا كلهم دائما بحالة توتر وهي، فبنلاحظ احنا وقت القلق فالطفل وقت او الطالب بشكل عام وقت بيجيب علامات عاليه وقت بيكون مجموع عالي، هذا بيعتبر انه فتح بوابه من بوابات السعاده، بوابه للاسره ككل. تمام، لانه بفتره. نعم. الدراسه كثير بيكون لبكي وامتصاص للطاقه للاهل والاخوه يعني كثير بيكون في لبكي الالتزام. فبنلاحظ احنا بانه هاي بوابه للاسره، ولكن ماذا عن البوابه للشخص، البوابه الذاتيه؟ يعني كيف انا ممكن انه استقبل هاي السعاده؟ بدك ترضى وتقتنع، الرضا والقناعة والقناعة. شو ما كان دخلك، شو ما كانت حياتك الأسرية، شو ما كان محيطك، حاول أنت تبني السعادة. يعني أنت لا تنتظر لحظة السعادة لتجي لعندك وأنا أشعر بالسعادة. لا، أنا بحاول أشعر بالسعادة من دون ما تجيني هاي اللحظة. تماما. إذن السعادة، البعض يقول كل أول شهر بتجي السعادة، يعني مع الراتب راتب. تمام. تماما. إن شاء الله بتكون الأيام جميع مشاهدينا كلها بتكون سعادة ونجاح وتفوق وتميز. إذن بالختام مشاهدينا، مراجعة سريعة لنذكر بالنقاط اللي تحدثنا فيها، وهي أثر السعادة بتحقيق النجاح، كيف نتغلب على الغضب المفاجئ، وأيضا تحدثنا في تعزيز سلوك الأطفال في الأماكن العامة، وأخيرا الصمت ومخاطره، وأكدنا على أنه فن ومهارة. إذن بذلك نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من قضايا تربوية، نلتقي بنفس الموعد في الغد إن شاء الله مع قضايا تربوية ومواضيع تهم الأسرة والطالب بصورة خاصة. إلى الملتقى، إلى اللقاء.